طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. نواصل احنا في لقاءاتنا مع المركز القومي للبحوث، سلسلة دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان، والآن اللقاء السابع مع معهد الأبحاث الهندسية وتقانة المواد. وحيقدم لنا المعهد دكتور صلاح الدين ضفع الله. الدكتور صلاح هو مدير معهد الابحاث الهندسيه وتقانه المواد للمركز القومي للبحوث، عنده دكتوراه في صناعه اللب والورق من كليه الغابات جامعه الخرطوم، لديه كذلك ماجستير صناعه اللب والورق من انواع شجريه والمخلفات الزراعيه من كليه الزراعه جامعه الخرطوم، وعنده بكالوريوس من قسم الغابات في زراعه برضه من جامعه الخرطوم. لديه العديد من المنشورات العلميه مجال صناعة اللب والورق وطرق استخلاصها صديقة للبيئة. دكتور صلاح، مرحبا بك، واحنا سعيدين جدا بهذا اللقاء، ونتمنى انه يعني نعرف اكثر عن المركز وعن الادوار اللي بيأديها لنهضة السودان كجزء من المركز القومي للبحوث. لا، أنا أرحب بك جدا يا دكتور أنور، وأبرك يعني قصدي الشكر لمنصة مبادرة الباحثين السودانيين، ومبادرتها فعلا في إنها تعرف بالمركز القومي للبحوث والدور الذي يمكن أن يلعبه في إحداث النهضة في السودان في ظل التغير الذي حدث، التغير الكبير الذي حدث في البلاد بعد فترة طويلة جدا من الظلام. نعمل إن يعني الناس يقدروا يقدموا خدمة لبلدهم بشكل أكبر بتعاون وباستعادة الأنشطة المشتركة اللي يعني تسهم بشكل كبير في تعريف حتى الإمكانيات بعضنا البعض، وكيف نحن ممكن نساعد بعض وفي النهاية عشان نساعد بلدنا في نقطة إن شاء الله. دكتور صلاح، الصوت بس ضعيف من عندك شوية، يا ريت لو عليت صوتك وقويت المسافة، بس يعني قرب المسافة ما بين المايك والصوت. خير إن شاء الله. تفضل. هنبدأ تعريفكم بمعهد الأبحاث الهندسية وتقانة المواد. معهد الأبحاث الهندسية وتقانة المواد هو واحد من أهم المعاهد في المركز القومي للبحوث، ومن قبل المجلس القومي للبحوث، لأنه هو امتداد لرسالة واحد من أهم المجالس التابعة للمجلس القومي للبحوث آنذاك، وهو مجلس الأبحاث العلمية والتقنية، وهو ده أنشئ في العام 1973. يعنى بالابحاث العلميه والتقنيه والدراسات المتشعبه منها الهندسيه الصناعيه هل الطبيه. بتعمل شير السكرين؟ لأنه ما ظاهر لنا سكرين هنا. ظهر لك شيء؟ لا، لسه ما ظهر. ايوه كده، يا دوب بدأ تظهر. ايوه، يا ريت لو عملتها فول سكرين. ممتاز، واصل يا دكتور. وتحدثت عن انه هو يعني امتداد لمجلس الابحاث العلميه والتقنيه في 73، كان عنده اقسام متخصصه كثيره جدا زي اداره الهندسه والاسكان، وحده ابحاث كيمياء وتقنيه السلولوز، واحد ابحاث الطاقه الشمسيه، واللي هو اصبح حاليا هو المركز القومي لابحاث الطاقه، اداره التكنولوجيا، المركز القومي للاستشعار عن بعد، اللي هو كان اللقاء السابق معاه هو نشئ داخل مجلس الابحاث العلميه والتقنيه، معهد علوم البحار في السودان، وهو ده واحد من المعاهد اللي اتبنت عليها جامعه البحر الاحمر، وفي محطه الرصد الفلكي في سوق. ودعم هذا المجلس دعم قيام المركز القومي لابحاث البناء في جامعه الخرطوم، وحاليا هو معهد بحوث البناء والطرق.
برضو كانت بتتبع لهذا المجلس، مجلس الابحاث العلميه والتقنيه، عدد من اللجان المتخصصه زي اللجنه الهندسيه ولجنه الابحاث الصناعيه ولجنه الابحاث العلميه المتنوعه ولجنه الثقافه والعلوم ولجنه الاختراعات وحقوق الملكيه. يعني يمكن من بدري في حاجات الناس بيروا انها هي ظهرت جديد، لكن هي يعني علماء الاجلاء الذين كانوا على راس المجلس القومي للبحوث كانت عندهم نظرة مستقبلية للبحث العلمي في السودان وكيف يكون، وكان في استشراف كبير للمستقبل. في العام في الفترة من 1991 مع إنشاء المركز القومي للبحوث كبديل للمجلس القومي للبحوث، نشئ معهد أبحاث التقانة، واستمر بنفس الاسم لحد العام 2013. في العام 2013 تحول لمعهد الابحاث الهندسيه وتقانه المواد، لانه الوقت ذاك وزاره العلوم والتكنولوجيا رات دمج معهد ابحاث التقانه مع معهد ابحاث المواد والالكترونيات في معهد واحد، واصبح اسمه معهد الابحاث العلميه، معهد الأبحاث الهندسية وتقانة المواد. رسالة هذا المعهد هي تعزيز دور البحوث التطبيقية هي يعني تعزيز دور البحوث التطبيقية المتعددة التخصصات في علوم الهندسة والهندسة المواد والإلكترونيات والتقنية الموائمة والتنمية العمرانية، إضافة إلى المساهمة في إنشاء وتطوير الشركات الصغيرة التي توفر فرص العمل وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، برؤية إنه المعهد يقدم برامج بحثية مواكبة تحقق تميز على المستوى القومي والمستوى العالمي. اختصاصات المعهد تتمثل في إجراء البحوث والدراسات الأساسية والتطبيقية في مجالات اختصاصه اللي هي التقنية الكيميائية، تقنية السليلوز، تقنيات المواءمة، مجالات المستوطنات البشرية، الإلكترونات والاتصالات، والفلزات اللي هي يعني الترسبات المعدنية، وهي كلها طبعا يعني في النهاية تتصب في إنه نحن الموارد بتاعتنا دي سواء كانت نباتية أو حتى معدنية إنها نستغلها بشكل أمثل لفائدة النهضة الاقتصادية المنتظرة في البلاد. برضه هي واحد من اختصاصاته هو نشر وتعميق الإدراك بأهمية مستلزمات التقنيات المتطورة زي مستويات النقاء العالية في المواد والضبط الدقيق للمتغيرات في البحث، إجراء البحوث والاختبارات، التوصيف الكامل للمواد، تطوير مواد بمواصفات محلية تتمتع بخصائص مماثلة أو متفوقة عن مستوياتها في البلدان الأخرى، وفي المجالات المختلفة يعني سواء كان في الصناعات المعدنية والصناعات أشباه المواصلات وغيرها أو البوليمرات أو صناعة اللب والورد والألواح المركبة. برضو في واحد من اختصاصات إجراء البحوث في مجال الإلكترونيات، ودي بغرض إنها هي يعني تؤدي إلى ابتكار أجهزة ومعدات تقنية أو حتى يعني حزم تقنية أو نحن نقدر نستفيد منها في المجالات المختلفة مع التطور الهائل الحاصل في هذه المجالات. اختصاصات المعهد برضو تقديم الاستشارات العلمية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تخصصه، تدريب وتأهيل الباحثين للمعهد والمساعدة في تدريب العاملين في المجالات البحثية والعلمية داخل السودان، والعمل على فتح مجالات واسعة للتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات البحثية الرسمية البحثية والعلمية داخل وخارج السودان. للمعهد أربع أقسام: قسم أبحاث علوم المواد، قسم أبحاث المواد والتنمية العمرانية والتقنية المواد، قسم أبحاث الهندسة الفلزات والخزفيات، قسم الاتصالات والإلكترونيات،
التقنيات، وله وحدتين، وحدة هندسية ووحدة تصميم وإنتاج النماذج. للمعهد معامل، وبعضها معامل متخصصة، يعني ما بتوجد في أي مكان ثاني في السودان هنا، في معامل يعني في المعامل العادية، معمل الكيمياء التحليلية، لكن مثلا معمل اللب والورق أو استخلاص لب أو عجينة الورق واختبارات الورق بعد تصنيع، يعني في معمل برضه لتصنيع عينات من الورق من العجينة، في برضه معمل للألواح المركبة واختباراتها، دي يمكن بتميز بها المعهد، ما موجودة في أي معهد بحثي أو جامعة حتى في داخل السودان. عندنا برضه معمل للفلزات ومعمل للإلكترونيات، وعندنا ورشة لإنتاج النماذج الأولية بعد التصميم في الوحدة، نماذج تقنيات بسيطة وتقنيات موائمة مختلفة. المعهد بدون عدد مقدر من الباحثين، فيهم اثنين بدرجة الأستاذية، واحد أستاذ مساعد، واحد أستاذ مشارك، وخمسة أستاذ مساعد. عندنا يمكن ينضموا للخمسة دي الاثنين تاني من عدد 21 باحث، واثنين من مساعدي الباحثين برضه هم يوم واحد لسه يعني شغال في رسالته بدرجة الماجستير، إن شاء الله يعني نخلص منها قريب وينضم لسلك الباحثين. عندنا حوالي 25 من التقنيين الإداريين والعمال، هذا الاستاذ المساعد ممكن يكون 7 من الإداريين و19 من العمال. للأسف فقدنا يعني عدد من الباحثين المؤهلين للظروف اللي كانت سائدة في البلد، والطفولة المتدنية للباحثين خلت الناس يبحثوا عن يزيدوا مستوى دخلهم في مناطق ثانية، في مكان ثاني، وبالاختراع يمكن احنا فقدنا عدد لا يقل عن 5 أو 6 باحثين موحدين في ذلك السبب. الأربعة أقسام دي لكل قسم منا هو عنده مشاريع ماشية، ممكن في مشاريع بتكون مستمرة لفترة طويلة لأنه بتتغير فيها المواد، تتغير فيها الظروف اللي بتتم فيها اختبار المواد دي للصناعة الملائمة ليها. أهم الشغل بتاعنا هو الشغل بتاع لب الورد والألواح المركبة. وعندنا مشروع كبير باسم المشروع القومي للماء والمستوطنات البشرية في السودان، والمشروع ده فيه فعاليات كثيرة جدا، وهو المشروع ده يمكن هنتحدث عنه لقدام شوية في التفصيل أكثر. عندنا شغل في ترقية الخامات المعدنية السودانية، للأسف في مجموع من الخامات المعدنية بتصدر بمبالغ جهيدة جدا جدا، ونحن بنعيد استيرادها مرات بتكاليف مضاعفة. زي ما قلت من أهم البحوث بتاعتنا حسب مجالات التخصص هي اللب والورق والألواح المركبة، ودي شملت تقييم خامات من الأشجار والنباتات الأخرى والمخلفات الزراعية والصناعية. البحث هنا بيكون دائما هدفه هو دراسة إمكانية تصنيع اللب والورق والأخشاب المركبة من هذه نحن نقول عليها مصادر الألياف الطبيعية المتوفرة في السودان، سواء كانت أشجار سواء كانت نباتات حولية
مثلا زي الكناف والقنا والبردي، سواء كانت هي مخلفات، ممكن تكون مخلفات زراعية مختلفة من سيدان قطن، غش القمح، سيدان ذرة، الكركديه، أي نوع من المخلفات الزراعية يعني احنا درسنا كثير جدا منها، إضافة للبقاس كمخلف من صناعة السكر، وأخيرا اتجهنا لأنه حتى يعني في كميات ضخمة جدا من الورد التالف والورد المستخدم، يعني ممكن إعادة تدويره في صناعة اللب والورد. هذه البحوث في مجال اللب والورد والأخشاب المركبة كانت من أهم نتائجها توصيف الخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذه المواد ومدى مداومتها لهذه الصناعات بما يشمل المعالجات الضرورية لذلك. يعني إذا كان واحدة من الخامات بتتطلب معالجة معينة قبل ما نحن نعمل عليها البحث، أو لو عملنا البحث لقينا فيه قصور بتتطلب معالجة معينة برضو الناس اشتغلوا فيها، زي مثلا الياف الكناف مثلا قد تحتاج معالجة قبل ما إنك أنت تستخدمها. بعد ذلك من خلال البحث ده أنت بتقدر تحدد مثلا في الورق، تحدد نوع الورق المنتج، لأن الورق يعني فيه أنواع كثيرة جدا جدا، فيه أنواع بتاعة الكتابة والطباعة وأنواع التغليف والأوراق الخاصة زي الأوراق البنكنوت والوثائق وأوراق الرسم وأوراق مختلفة جدا أنت ممكن تنتجها من هذه الخامات المتوفرة. برضو في شو اتجاه أخير، يعني إنه في اتجاه إنه مثلا استخدام المواد الألياف الطبيعية مع المواد البلاستيكية في صناعة الألواح المركبة اللي هي بيسموها نيو كومبوزيت اندستري، هي يعني تستفيد من خصائص النوعين ديل في توليفة، لكن في إشكالية بتاعت إنه أنت توجد تآلف بيناتهم، لأنهم طبيعتهم يعني الألياف الطبيعية هي محبة للماء، والبلاستيكية هي كارهة للماء، هيدروفوبيك هيدروفيليك هيدروفيليك هيدروفوبيك، ففي معالجات بتتم عشان نحن نقدر نخلق تجانس بينات. برضو من النتائج المهمة جدا يعني تم تطوير مادة لاصقة هي ضرورية جدا في صناعة الألواح المركبة من المواد الدافئة المحلية، يعني طورتها بروفيسور زينب، هي أنا باحث في المعهد، ودي عشان تعالج إشكالية بتاعت استخدامنا يعني غير الواعي لبعض المواد اللاصقة اللي هي فيها ضرر بيئي وفيها ضرر صحي زي اليوريا فورمالدهايد، تستخدم بشكل كبير جدا في صناعة الألواح الخشبية، ودورها دي بتدخل في صناعة الأثاث والناس بيعانوا منها على المدى الطويل. النتائج بتاعت الأبحاث ذاته خلت يعني في النهاية تراكمت يعني هذه النتائج، وخلت الناس يفكروا في إنه ما هي الطرق الملائمة لتصنيع هذه القامات، وما هي آفاق قيام هذه الصناعات في البلاد. يعني هل نحن المواد الخام عندنا متوفرة بشكل كبير يمكننا من إننا ننشئ صناعة؟ الظروف الثانية المطلوبة لإنجاح الصناعة، حوجة البلاد من هذه الصناعات، دي كلها المعهد متوفر معلومات عنها، وممكن يعني هو يكون يوفر هذه المعلومات للجهات المستفيدة. لو مشينا لاتجاه ثاني اللي هو المشروع القومي للماء والمستوطنات البشرية، وهدفه هو تمكين المواطن السوداني من الحصول على مأوى مناسب، على مأوى مناسب. وأول مشروع فرعي كان هو يتحدث عن تناول العاصمة القومية. هذا المشروع هو فيه 9 فعاليات بتمثل الجوانب المختلفة لتوفير هذا المأوى المناسب لسكان العاصمة القومية. والجزء الأول ده كان بيحمل عنوان الحالة الراهنة للسكن في العاصمة القومية. تمت دراسة 9 فعاليات، الإدارة والسياسات والقوانين والمخططات والمشاركة الشعبية
فعالية الأرض، يعني كيف المواطن بيحصل على الأرض ذاته اللي بيبني فيها المسكن بتاعه، النواحي الاجتماعية والثقافية للمسكن، الخدمات الأساسية اللي بتوفر، النواحي البيئية، مواد البناء وصناعة البناء، التكلفة والتمويل، يعني كيف الدول ده يعني بعد ما حصل على قطعة الأرض هو بيمول بناها كيف، البحوث والتدريب الموجود، هل في بحوث تدريب وتكامل الأداء، لأنه كل الفعاليات دي هي لو ما تكاملت مع بعض في النهاية المواطن ما بيحصل عليه مأوى مناسب، مأوى يعني زي ما بيقولوا يعني يحفظ كرامته في نفس الوقت يحقق راحته، لأنه لو فقدنا أي واحدة من الفعاليات دي تبقى في إشكالية كبيرة. الجزء الثاني كان هو يعني تناول البحوث السابقة حول السكن المحلي، وده يعني الهدف الأساسي منه إنه الباحثين ذاتهم يدربون على الاطلاع، يعني أنت ما تبدأ البحث من الصفر، قد يكونوا في ناس سبقوك وتوصلوا إلى نتائج بدل أنت تكرر وتصرف الموارد الشحيحة بتاعتنا دي في بحث أصلا موجود، قد يكون محتاج لتكملة. في نفس الوقت هذه البحوث السابقة بتمكننا من إننا ننشئ قاعدة معرفية لفريق الباحثين، بالتالي هم يعني حركتهم بحثهم المستقبل يكون مبني على شيء موجود أصلاً، معلومات موجودة أصلاً. التغطية بتاعت الجزء الثاني كانت هي زي ما قلنا تركزت على حالة العاصمة القومية، حالة العاصمة القومية بالنسبة التغطية الجغرافية، غطت الفعاليات التسعة اللي ذكرناها قبل شوية اللي هي كلها بتضاف لتوفير الماء للمواطن، الماء المناسب للمواطن السوداني. بعد ذاك البحوث يعني احنا قلنا هي دي البحوث السابقة، نتكلم عن البحوث السابقة، ففي تركيز على البحوث التي نشرت في دوريات علمية أو قدمت أطروحات لنيل درجات علمية زي ماجستير ودكتوراه، وكانت الفترة الزمنية فترة 3 عقود، وأحيانا فيما ندر قد يطلع من هذه التغطية، لأنه لو كان في قصور في حتة معينة وضروري عليهم التكبير. الجزء الثالث هو بيتكلم عن مرشد المواصفات والنماذج لخيارات السكن في العاصمة القومية، يعني ده كان نماذج من خيارات السكن في العاصمة القومية، يمكن مبني على عدة أشياء، يعني هو أول حاجة نمط السكن ذاته، زول داير يسكن سكن تقليدي ولا داير يسكن سكن تقدمي، داير يبني بمواد ثابته ولا مواد شبه ثابته، المدخر الشهري بتاعه هو عالي متوسط منخفض، فتره الادخار طويله قصيره متوسطه، الاسره ذاتها كبيره ولا صغيره، والخيار المساحي بالنسبه له يعني المساحه المتاحه له هي كبيره ولا صغيره، مريحه ما مريحه، يعني كلها بتدخل في انه يعني يكون في عدد كبير جدا من الحالات بعد تقسيمه، بعد ذاك الحالات دي بتتم يعني دراستها. يمكن هنا احنا هنقدم نموذج واحد مثلا المنزل الكبير الممتد تقليدي ثابت اللي هو دي اسره كبيره، ويعني اسره معناها اسره ممتده، ممكن يكون في الاسره الاساسيه وفيها اسره بتكون من 5 غرف، صاله وصالون ومطبخ وحمام، و15% من المساحه للحركة بتتبني. بعد ذاك نحن بنشوف الميزانية المستطاعة للسكن لهذه الأسرة، المتر المربع بكلف، يعني المتر المربع بعد ذاك هي تقسم المبلغ المستطاع على المساحة المبنية، والناس دي دايرين مستوى بنائي شنو، هل هو مستوى بنائي أول ثاني ثالث رابع ثابت ما ثابت، بعد ذاك تكلفة المتر المربع، وبعد ذاك نشوف الفرق بين الميزانية المتاحة وتكلفة المتر المربع، والناس تفكر في المسألة بتاعة التمويل تتم كيف. يمكن يعني الجدول ده بوصف حاجة عادية، إنه يعني مكونات المنزل ده بتوزع كيف، يعني الأساسات، الحوائط، السقوفات، الأبواب، الشبابيك، الأرضيات، والتشطيب، التركيبات الصحية والتركيبات الكهربائية، نسبة مختلفة، وبالنهاية المتر المربع نحن نطلع التكلفة
كم هو اداك تشوف دخل المواطن، وعشان تتمول زي ما بيعمل مثلا الصندوق القومي للسكان، بوفر مباني. يمكن الناس طلعوا المرشد ده في شكلين، في شكل مطبوع، في شكل كان سوفت وير، بحيث انك انت تقدم بياناتك تديك الخيارات الانسب ليك. جاء بعد ذلك جاء مشروع الفرع الثاني وركز على الترقية الأوربانية الشاملة للحي السكني، برضه التسع حالات دي ذاتها هي نفسها، هي التسع فعاليات دي ذاتها هي بتستمر هنا برضه. والمشروع ده كان بيهدف لرصد الوضع الحالي للحي السكني في العاصمة القومية وتبلوره تاريخيا من كل زوايا الفعاليات التسعة دي، وتحديد يعني بعد ذلك في تحليل وتحديد محاسن ومسائل وفجوات وتم رصده والأسباب بتاعته، عشان نحن مستقبلا نحاول نتدارك أي قصور في تخطيطنا للحي السكني. يعني البحث في النهاية يقول التوصيات للحالات المدروسة، وهل في إمكانية بتاع التنفيذ بالتعاون بين المواطنين والمسؤولين. يمكن يعني تمت بمشاركة بورقتين علميتين من نتائج هذا البحث في المؤتمر التنمية الذكية اللي عقد في الخرطوم في ديسمبر من العام الفائت، ويتم الآن التحضير لعقد ورشة عمل تهدف للتنوير بخلاصة البحث كله، يعني في كل التسع فعاليات التي تمت دراستها، وبعد ذلك تحدد الإصدارات الممكن يتم إصدارها من هذا البحث. في نتائج بحوث ثانية في نفس تمشي بنفس الاتجاه اللي هي تطوير تقنية البناء بالتراب، بتهدف لأنه نحن نطور البناء التقليدي بتاعنا اللي هو معروف، يعني في السودان البناء بيتم بالتراب والطين اللي هي العمارة الطينية، بدءا من التراب المدقوق وصولا للطوب المشبك. برضه في بحث عن انه نبحث عن بدائل لمواد البناء المستخدمه حاليا باقل تكلفه، زي مثلا الاسمنت نبدله بالجير بالجبس بالبورسلانا، الهدف في النهايه ان احنا نقلل التكلفه على المواطن عندما يحتاج انه يشتري المنزل بتاعه. في برضه اليات انتاج الطوب المثبت، الطوب المثبت هو يعني واحدة من مخرجات تطوير صيانة البناء التقليدية بالتراب، والمعهد اشتغل في الآليات اللي هي اللي بتنتج الطوب المثبت ذاتها، في يمكن يعني عمل على تطوير 3 أنواع من ماكينات الطوب المثبت، في ماكينة يدوية وماكينة نصف هيدروليكية وماكينة هيدروليكية، وبيعمل برضو على يعني تطوير خط إنتاج متكامل لإنتاج الطوب المثبت باسم الخرطال اللاط وحامل طوب وغيره من الآليات اللي تستخدم لو نحن فكرنا في إنتاج الطوب ده بخط إنتاج. في مجال الفلزات والحراريات زي ما ذكرت إنه نحن يعني عندنا مشكلة كبيرة في إنه نحن بنصدر كثير من خاماتنا والترسبات المعدنية بتاعتنا بشكل خام قليل القيمة أو متدني القيمة. وبنعيد تصدير استيراد منتجاته دي بأضعاف أضعاف المبلغ اللي احنا صدرنا به. الدراسات لحد الآن استهدفت الترسبات المعدنية للحديد، السيليكا، الكروم، التلك، الكاولين، الكالسايت وغيرها، والدراسات بتهدف لأنها ترقية هذه الخامات، يعني أبجريدنج لهذه الخامات. على الأقل نحن لو ما صنعنا هذه الترسبات، يعني لو ما وطننا صناعات داخل السودان، لما نصدرها بدرجة نقاء عالية، وبالتالي نحصل على قيمة أعلى. مثلا السيليكا والحديد يعني وصلوا الباحثين لدرجات إنها نحن ممكن تستخدم في صناعات مختلفة، صناعة الدجاج بالنسبة للسيليكا، وتنقية خام الحديد بدرجة تسمح باستخدامه في الصناعة بشكل مباشر. برضه في إنتاج أملاح الكروم، وفي
يعني يمكن تفكير في انه معظم الترسبات المعدنيه والخامات المعدنيه الموجوده في مختلف الناس يشتغل فيها الشغل ده. في برضه في من المشاريع هذا القسم، قسم الفلزات والحراريات، انتاج المرسيليا او برميل السقف محليه. شوف في سوق السجانه كميات ضخمه من المرسيليا البرتغاليه والاسبانيه حسب الدعايات اللي قاعد بشوفها في الدكاكين اللي بتبيع المواد. في مجال الالكترونيات والاتصالات ممكن كان في مشروع كبير عن المراقبه والمتابعه الفعاله عن بعد باستخدام الموجات الكهرومغناطيسيه، ودي يمكن يعني الهدف منها هو انتاج منظومه تمكن من المراقبه والمتابعه عن بعد، ومثلا ممكن استخدامها في مراقبه الحدود الشاسعه للبلاد. حدود السودان ما شاء الله يعني طويله جدا، من الصعب جدا انك انت تقدر يعني تراقبها بالشكل التقليدي. في برضه في شغل بتاع الكترونيات في مجالات الطاقات المتجدده زي توربينات الرياح والطاقه الشمسيه. في رساله دكتوراه خلص طالب الدكتوراه منها بانه يصمم انظمه تعمل على استقرار توليد الطاقه وتوقع الاخطاء ومعالجتها. في طالبه دكتوراه برضه شغاله في تصميم نظام توقع لسرعه الرياح، ودي مهم جدا جدا في ان نحن نصمم التوربينات ونضعها التوربينات انتاج الرياح. يمكن الناس بيتعرفوا كثير على الطاقه الشمسيه في السودان بشكل او باخر، لكن يمكن ما في استخدام كبير لتوربينات الرياح. في مشاريع اخرى تحدثنا عن مشروع مؤشرات الاداء في اداره النفايات الصلبه في ولاية الخرطوم. برضه في اتجاه لإشراك المجتمعات المحلية في ابتكار التقنيات المواطنة. يعني إذا كان في تقنية معينة نتجت من أفكار باحثين، بعد ذلك يعني بيحاولوا يوائموها مع المجتمع المحلي وياخذوا يعني يشاركوا المجتمع المحلي ذاته في إنه هل هذه التقنية صالحة له وما صالحة له، ورأيه شنو، هل عنده رأي في إنه إجراء تعديلات وغيره. ده اتجاه برضه. في ابحاث كانت عن استخلاص مواد دابقه من مقامات محليه، استخلاص الاف الياف الكناف للاستخدامات المختلفه سواء كان في صناعه اللي هو الورق والالواح او يعني السند. يمكن الناس بيتذكروا انه مع الحصاد بتاع القمح ظهرت اشكاليه بتاعت الجوالات اللي بيعبى فيها القمح، ويعني كانت تكلفتها عاليه وما متوفره. ونحن كان عندنا مشروع ضخم جدا في النيل الازرق لانتاج جوالات الخيش دي من الكناف، والمشروع ده يعني دمر. وحتى الالياف الكناف ذاتها دي هي عندها يعني تطبيقات في مجالات ثانيه، اهمها يمكن النيو كومبوزيت ماتيريال، وقيمتها عاليه جدا جدا لو نحن قدرنا نوفرها بشكل نقي يعني نستخلصها وتكون في شكل مناسب لهذه الصناعة. برضو في شغل بتاع إنتاج كيماويات صناعية تستخدم في الصناعات المحلية زي الصودا الكاوية من العطرون الشرب، يستخدم في درجة كبيرة جدا في تنقية المياه من الكاولين، أملاح الكروم تستخدم في الدباغة، إنتاج مشتقات السليلوز من النباتات المحلية. في شغل بتاع تنقية مياه، في أبحاث في مجال النانو تكنولوجي. المعهد التقنيات الناضجة يمكن يعني تطورت إلى أن نحن يكون عندنا حاضنتين، هي واحدة فيهم حاضنة الطوب المثبت، والحاضنة الثانية هي حاضنة إنتاج المواد المستخدمة في صناعة الأجهزة التعويضية أو ما كان يعرف بالأطراف الصناعية. حاضنة الطوب المثبت جاءت لأن المعهد طور اصلا تقنية البناء بالتراب، وانتج الطوب المثبت ليكون بديل صديق للبيئه عن الطوب الاحمر المحروق. وطور المعهد زي ما قبلنا ذكرت عدد من الماكينات لانتاج الطوب المثبت، وهذه الحاضنه تهدف لتدريب المهندسين والبنائين المهره في انتاج الطوب المثبت والبناء به.
الخطه بتاعت هذه الحاضنه تتمثل في انه نحن دايرين نمكن المستفيدين ومساعدتهم لتبني مشاريع الطوب المثبت، يعني انتاج واستخدام الطوب المثبت، تسويقه، قيام ورش، تصنيع وصناعه اليات الطوب المثبت. وهذه المشاريع ممكن تتحول الى استثمار، خلق فرص عمل جديدة، يعني الاستثمار ذاته بيخلق فرص عمل جديدة للشباب. يعني لو نحن قدمنا لهم الدعم اللازم لتأسيس مشروعات صغيرة في مجال الطوب المثبت، يعني إنتاج الطوب المثبت والبناء به، الحاضنة برضه ممكن ترعى مشروعات صغيرة جديدة من تكنولوجيا منبثقة من تكنولوجيا الطوب المثبت من خلال الإدارة الفنية، ودعمها إداريا وفنيا وتسويقيا وإعلاميا، مما يهيئ الفرصة لنجاح تلك المشروعات. الحاضنة في برضه في تقانات بسيطة أنتجها المعهد، زي القضاض التقني أو السعم، يعني تطوير للسعم التقليدي، وحامل مكتفي بعناوين الغاز، وعصارة زيوت هيدروليكية، يعني ما بتحتاج لاستخدام طاقة كهربية وغيرها، يعني تستخدم فيها الرافعة الهيدروليكية البسيطة دي، وبالتالي هي ممكن تكون يعني ذات فائدة كبيرة جدا في المناطق الريفية، ما بتتوفر فيها الطاقة الكهربية ممكن عشان تنشأ فيها عصارات للزيت، يعني أو تكون بديل للعصارات التقليدية الناس بيستخدموها، بيستخدم فيها الحيوانات فعلا كده ممكن تكون بديل ليها. عندنا حاضنة ثانية مهمة جدا، هي حاضنة مواد تصنيع الأجهزة التعويضية، قلنا أو حسب ما كانت بتعرف زمان بالأطراف الصناعية، و في حوجة كبيرة جدا لهذه الأجهزة التعويضية لظروف الحرب والإعاقات نتيجة لأسباب أخرى. عندنا هنا في حاجة اسمها الهيئة القومية للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، دي هي يعني شغالة في إنها توفر هذه الأجهزة التعويضية للناس يعني تأثروا بظروف الحرب، حصلت لهم إعاقات بسببها أو بأسباب تانية. للأسف المواد اللي يصنع منها هذه الأجهزة، تصنع منها هذه الأجهزة، بتوفرها منظمات وبتوفيرها بكميات طبعا محدودة، ويعني لفترة محدودة برضو، يعني مستوى بتاع 4 أو 5 سنة، هذه المنظمات تتوقف عن توفير هذه المواد. حتى المواد ذاتها اللي بتوفرها المنظمات دي هي متدنية الجودة. المعهد يعني اشتغل شغل البحث في الكومبوزيتس أو وود بيز بانلز، يعني عنده معرفه تقنيه وفي المعامل متوفره، بالتالي كان التفكير في انه احنا نتبنى حاضنه تهدف لتصنيع المواد، هذه المواد مواد متوفره محليا، وذلك بالتعاون مع الهيئه العامه للاجهزه التعويضيه والاطراف الصناعيه. لو جينا تحدثنا عن علاقات المعهد، المعهد يتمتع بعلاقات خارجية متنوعة، خارجية يعني خارج إطار هو ذاته، ممكن في جامعات سودانية كثيرة جدا في تعاون بين ضمنها بشكل واضح جامعة الجزيرة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة البحري، في تعاون مع الهيئة العامة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للمعاقين زي ما ذكرنا قبل شوية في حديثنا عن الحاضنة. تعاون علمي مع جامعات ومراكز بحوث في بلدان خارجية، فرنسا، ألمانيا، الصين، جنوب أفريقيا، توفر لنا تدريب، وتوفر لنا أحيانا يعني بعض البحوث يعني بعض الأبحاث عملنا هنا ما بنقدر نديها فيها. في تعاون كبير جدا مع المنظمات، يمكن أبرزها كان اليو إن هابيتات في مجال تصنيع مكنات الطوب المثبت، وتدريب المهندسين والفنيين والعمالة المهارة المحليين على انتاج الطوب المثبت والبناء به. و يعني هسه الليل اليوم نحن تعاوننا برضه مع منظمه ثانيه اسمها بيجي جلوبال، دي كلها بتشتغل في يعني منظمه بيجي جلوبال دي
تشتغل في مناطق النزوح، تحاول توفر للنازحين مباني ثابتة وتدربهم ذاتهم على إنتاج الطوب المثبت، وممكن يكون هو بالنسبة لهم مصدر دخل لقدام وتنمية للمنطقة، بدل أساليب البناء التقليدية اللي بتقوم على استهلاك الأخشاب وعلى قطع الأشجار واستخدام يعني مواد غير ثابتة فيها ما فيها راحة للمواطن، يعني تضطر أنت كل سنة والثانية تجدد، وبالتالي برضه تضغط على البيئة حولك بقطع الأشجار وغيره. يمكن في الفترة من 2018 2020 لحد هسه، يعني يمكن الباحثين المعهد نشروا أكثر من 26 ورقة علمية، وشاركوا بأربع أوراق في مؤتمرات ومستويات علمية. المعهد بيقدم خدمات للمجتمع بتتمثل في يمكن أبرزها الشغل من خلال ماكينات الطوب المثبت دي، يعني المنظمات دي ذاتها بيتم من خلالها تقديم هذه المكانات لعمالة المهرة المحليين، وتدريب على إنتاج الطوب المثبت والبناء به في تقانات وسيطة بين احنا تحدثنا عن حتى إشراك المجتمع المحلي في التقانات اللي بيحتاج بها المواطن العادي في حياته العادية. برضه من الخدمات اللي احنا بنقدمها تدريب طلاب الجامعات في مجالات بحوثهم المتخصصة، زي ما كبير أنا ذكرت بأنه في معاهد يعني متخصصة وغير متوفرة في حتة تانية غير المركز القومي للبحوث. يمكن يعني كده أكون قدمنا تغطية عن المعهد، وأنتظر مداخلاتكم وأشوف. شكرا جزيلا دكتور صلاح، يعني صراحة الواحد مذهول يعني بكمية الشغل اللي عندكم، لكن ما معروف بالنسبة للناس، يعني ما سمعت الباحثين السودانيين ما أظن عارف الكلام ده كله الموجود ده، يعني مثلا الأبحاث والنتائج والتوصيات المرتبطة بالأفوردبل هاوسنج، يعني السكن المعقول بالنسبة للشباب، ودي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا. معظم السودانيين دي المغتربين بسبب يعني عدم القدرة على تحمل تكاليف البناء، انه زول يكون عنده بيت ولا كده. فشنو بتفتكر انه بخلي الناس ما عارفين حاجة مهمة زي ما حد الابحاث الهندسية وتقنية المواد؟ والله يمكن المركز القومي للبحوث بشكل عام يعني بيبذل مجهود كبير جدا جدا في توصيل هذه النتائج البحوث والتقانات اللي بتحصل عليها في للجهات المسؤولة. يعني يمكن جربنا طرق مختلفة، وصول لهم مباشرة، توصيلهم، مشاركتهم في ورش عمل وتنظيم ورش عمل، يمكن في حتى حتاتهم. يعني قبل كده احنا نظمنا عدد من ورش، يمكن ورشة عمل تدريبية وورشة عمل تعريفية بالتقانات مع بالتعاون مع القرى الصناعية. بدري جدا برضو كان في تعاون مع وزارة الصناعة في انه احنا برضو نعرف على بعض النتائج الابحاث اللي ممكن تستخدم نتائج لتطوير الصناعة المحلية. نعم. طيب موضوع التمويل، يعني الابحاث اللي شغالين فيها كلها ابحاث يعني زي ما بيقولوا شنو واقعيه مطلوبه، والان يعني كل الاقتصاديين تحديدا في الحكومه الانتقاليه، حكومه ما بعد الثوره، بيتكلموا على اللي هو الفائده المضاعفه من الحاجات، يعني احنا ما حنصدر ثاني خام، نحن حنصدر صناعه محوله الى اخره. في اي محاولات للقصه دي بتاعت انه تبدا صناعات تحويليه؟ والله يعني الابحاث دي هي فيها نتائج متراكمه كثيره جدا جدا، وعندنا احنا عندنا رؤيه واضحه لانه احنا كيف ممكن نعبر بهذه الابحاث من معمل للتطبيق الصناعي والتدرج في ذلك. يعني يمكن ما
سمول سكيل ويحصل ابجريدنج مع الزمن. ويعني في المجالات دي كلها فاتحه، يعني هي غير تغطيه الحوض المحليه. يعني مثلا لو اخذنا صناعه الورق او الالواح المركبه، يعني غير تغطيه الحوض المحليه ممكن نغطي السوق الاقليمي برضو. يعني في رؤى واضحه، لكن اشكاليه فعلا في انك انت تقنع المستثمر السوداني الدخول في مجال بالنسبه له هو مجهول. يعني لو اي زول بيلاحظ بشكل بسيط جدا جدا انه المستثمرين دائما بيمشوا للافكار المجرد. يعني نعم عشان كده احنا بنبذل مجهود كبير جدا في انه احنا نعرف الناس، وحاولنا حتى يمكن نعمل لنا يعني وحده تجريبيه للصناعات دي على اساس انه تكون اكثر اقناعا للمستثمر بانه يدخل في هذه المجالات. هذه وصلنا بس مثلا عشان نعرف، عشان نعرف احنا بنتكلم على ارقام قدر شنو، يعني محتاج مثلا مثلا اعمل استثمار قدر شنو عشان استثمر مثلا في موضوع الطوب، عشان نعمل مصنع بتاع طوب بيكون الانتاج بتاعه يغطي السودان والحتات اللي حوالينه والى اخره. والله الطوب المثبت هو ممكن يكون يعني على مستويات يعني بتاعت مبالغ ما كبيره، يعني مثلا لانك انت تصنع عدد من الماكينات وتدرب الناس عليها، وبعد ذلك يعني هذه الثغانه تنتشر. يعني احنا حاولنا مع ناس اسبان يعني على سن يتبنوا هم الثغانه دي مثلا في المشروعات السكنيه اللي هم بيعملوها، كانت بتعمل لها انتشار كبير جدا جدا، وفي نفس الوقت بتقلل التكلفه وهي صديقه للبيئه. ويمكن الناس بيلاحظوا يعني استخدام كبير جدا للوقت، وهو يعني يمكن الراحه الحراريه فيه مهضومه، وهو مقارنه بالطوب المثبت ما بتستخدم في حوائط حامله وغيرها. يعني مثلا الصناعه دي ما محتاج كثير، يعني ليه المكنه دي كانت بتكلف حكايه بتاعت 100,000 جنيه سوداني، يعني يمكن بس أقل من $1,000، يعني حوالي 900 $800. يعني وبعد اسي يجي مغترب، بعدين مغترب مثلا زي حالتنا دي ممكن يقوم يجيب له مليار كده ويصنع على المكنات دي ويستفيد من تقاناتكم ويعمل له مصنع بتاعته. لا ممكن جدا، يعني ما محتاج حتى لراس، زي ما ذكرت ما محتاج لراس مال كبير. حتى ممكن يبدا بعدد صغير من المكنات، عدد بسيط من المكنات، 5 أو 6 مكنات، وبعد ذاك يتطور. القصه هي كلها بتبدا في انه احنا كيف يعني انه الناس يتبنوا هذه التقاعد وتطوير للبناء التقليدي بتاعه. يعني الجهات الرسميه لو اقتنعت بالقصه دي وتمتها لا الجهات الرسمية أنا شايفها إنها ما يعني هي شريك، نعم لكن شريك زي ما بيقولوا ما آكتف، يعني الآكتف يعني هو الزول اللي عنده المصلحة في إنه يقلل التكلفة بتاعت البنيان ويعظم الفائدة، ولو كان الموضوع ده استثمار بالنسبة له ولا كده ممكن ينط فيه طوال ولا شنو؟ يعني أسي في فرصة بتاعت استثمار مباشر ما بالضرورة إنه يمر عبر جهات رسمية ولا كده، فهل الحاجة دي ممكنة؟ هل ممكن بكرة أجيب بروشور وأجيكم طوال أقول لكم يا إخوانا وروني بس الموضوع ده وين وانا به قمين؟ والله هي ممكن. احنا ما قاعد نتعامل مع المنظمات دي، هي اللي بتمول، يعني المنظمات دي هي بتمول تمشي هناك في المجتمعات المحليه، بتستخدم بنجاح كبير جدا في ممتاز. انها الناس بيبنوا بيها. يمكن حتى في بعض الحكومات الولائيه زمان، مثلا ولايه غرب كردفان، كان ديوان الزكاه مول لهم عدد من الماكينات، دربوا عليها الناس وبنوا بيها يمكن مباني كثيرة جدا في محلية بابا موسى. في برضه زمان ناس جامعة بنقولة كان معهد كان بنى لهم يعني سكن للأساتذة. في مدرسة هنا ده يمكن مشهورة، يعني في الحكومة مدرسة أجنبية كمان ولا حتى سودانية، بنت بتقانة هذا الطوب المثبت، ويمكن فيها طابقين يعني المدرسة دي، وهي حداسي منظرها جميل جدا جدا. حتى نحن داخل المركز القومي للبحوث عندنا معمل، عندنا جسم كامل مبني من الطوب المثبت. طيب يا اخي الجامعات الجديده والبنزات الخاصه والكليات والبتاع دي بتدوم قطع اراضي وبيبنوا مباني ديل نهائيا ما بيستخدموا الطوب ده، يعني
فيه نتائج بتاعت ابحاث وحاجه مصنعه محليا وكده؟ ونحن يعني نحن على استعداد يعني انه احنا نجيب معاهم في القصه دي، يعني تحتاج المكنات والتدريب و بنبيعها مباني، ممكن يعني الناس لو شافوا المباني اللي عندنا هنا ده يقتنعوا بانه هذه الطبانه يعني أنا الموضوع بس يعني مرتبط بالتسويق وإيصال الرسالة. طيب معانا باشمهندس عمار صديق سعيد، ومنسق المشاريع الإلكترونية في وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية. باشمهندس عمار هو جزء من مبادرتنا بتاع التحول للتعليم الرقمي، واحد من المدربين الرائعين جدا. باشمهندس عمار اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بالدكتور أنور ومرحبا بالدكتور صلاح. ما شاء الله، يعني صراحة استمتعنا بالمحاضرة القيمة دي، وإن شاء الله يعني الفكرة تعيم والناس تقدر تعمل فيها. بس سؤالي كان إلى أي مدى أنتم يعني في شراكات بينكم؟ طبعا أنتم ذكرتوا إن حكاية المستثمر الأجنبي دي بيحاول يجي بتقنيته بالتكنولوجيا بتاعته اللي هو عارفها المجربه اللي اخذ عليها سيرتيفاي عشان يستثمر بها في بلد، لكن زي شغلنا الابحاث دي مش قد بقد من الصعوبه انك تلقى لها مستثمر. فالبديل يفترض انه تكون عندكم شراكات محليه مع بنوك التنميه، البنوك الصناعيه، منظمات الامم المتحده، انها تدعم خريجين في شكل بتاع مظلات خاصه بتاعت يعني او تكون حاضنات بتاعت اعمال مشاريع يقدروا تطبق من خلال التقنيات دي والابحاث دي بشكل كويس، تكون عندها قيمه كويسه جدا جدا للكل يعني. فما اعرف انتوا عندكم مشروع زي ده او مشروع خطوه زي دي؟ والله نحن عندنا اتجاه زي، لكن يعني بتبدا المعضله الاساسيه في التمويل. احنا كان عندنا مش المعهد براهم، يمكن المعاهد الثانيه في المركز العمومي للبحوث اللي هي تقنات ناضجه. التقنات الناضجه احنا حاولنا نروج لها عبر ان احنا ننتج، نعمل ننشئ انتاج مسطره، انتاج مسطره يعني احنا نستفيد منها في اننا احنا نقنع المستثمر بانه هذه التقنيه قابله للتطبيق. وفي الجهه العلميه اللي هي ممكن توفر لك الدعم الكامل، الدعم الفني الكامل في استثمار، يعني لو انت استثمار في هذا المجال. للاسف بس كان يعني الحركه فيها بطيئه شويه، لان التمويل من وزاره الماليه ما بتوفر دائما، يعني انت ممكن تستهلك زمن طويل جدا جدا عشان تصل. البنوك زي البنك الصناعي، زي بنك التنميه في السودان، والله للاسف يعني للاسف البنوك دي ما قاعده تمول انشطه، يعني يمكن حتى انا شخصيا بعرف زول هو كان مورد للورق واطلع على التجربه دي برا السودان، وجاء بانه لانه هو اقتنع انه هذه الصناعه ممكن تقوم في السودان، كل المقومات عندها يعني، ويمكن يعني بدا حتى الخطوات المبدئيه، لكن في النهايه وقفت حجر عسر قدامه المزرعه بتاع التمويل. مكنات المصنع ذاته يمكن هي ما كانت بتتعدى 5 مليون او 6 مليون دولار، وحسب دراسات الجدوى بتاعته انه هو ممكن يحصل استرداد في ظرف اقل من سنه يعني لهذا الاستثمار، يعني حتى الاستثمار ده يعني هو امكانيه نجاحه كبيره جدا جدا لو نحن اعتمدنا على الحاجه الموجوده. يعني بس مثلا لو اشتغلنا في اعاده تدوير الورقه التالف، الورقه التالف اللي بنجمعه من المطابع، بنجمعه من صانع الكرتون من بيرو وكده، ده غير اللي ممكن تجمعه من السوق الاسواق او من البيوت ولا غيره. الورق بتاع الامتحانات برضه، امتحانات في الجامعات والبتاع ده، في لحد يعني دلوقتي لجنه بنظريات حسب حسب الابحاث، حسب الابحاث بتاعتنا احنا ممكن ننتج انواع مختلفه من الورق، ويمكن الورق بتاع الطباعه اقل حاجه احنا ممكن ننتجه ورق الجرايد، يعني شوف كميه الجرايد اللي احنا عندنا ونستورد الورق بتاعه ممكن ننتجه يعني اقل حاجه من اعاده تدوير. ممكن ننتج غير الورق، ممكن ننتج البراغيث. إعادة التدوير دي بتوفر على الدولة يعني مبالغ طويلة جدا جدا من يعني جانب الاستيراد واستنزاف الدولار بشكل كبير جدا، وحاجة موجودة وتحت مظلة يعني مركز بحوث معتمد يعني وكده،
فالتغيير يعني مهمة جدا. أيوة، هي تكون نواة لتطوير هذه الصناعة. يعني الصناعة دي صناعة دول الورق تحديدا، مثلا لو أخذناها كنموذج بنلقى إنه المنطقة اللي حولنا ما في دولة بتتوفر لها مقومات هذه الصناعة زي السودان. حتى في أفريقيا ذات الصناعة دي ما يمكن موجودة، في كينيا، في جنوب أفريقيا، يمكن البلد الأكبر جنوب أفريقيا. وجنوب أفريقيا ممكن يعني تجربته مواصلة لنا، يعني ممكن لو بدينا فيها مثلا. عندنا، انا اضرب لك مثال بسيط جدا جدا، احنا عندنا 5 مصانع سكر تنتج بغاز بيتحرق عشان يولد الطاقه. عملنا دراسه لقينا انه انت لو حولت ده لصناعه ورق ممكن توفر للناس ده الطاقه يمكن بخمس التكلفه اللي انت ممكن تنتج، يعني اللي هي دي تكلفه الفرصه البديله. يعني انك توفر له، هو ما بيستخدمه لتوليد الطاقه، انت توفر له يعني مصدر طاقة ثاني، وتشيل منه البقاس وتصنع منه ورق. يمكن يعني بتوفر كثير جدا. والله فعلا فرص استثمارية رهيبة. يعني الواحد لما يشوف كده انه كيف الباحثين متحدين ومجدين في انهم يوجدوا حلول بديلة، لكن الناس مصرين انهم يمشوا بنفس الحلول التقليدية، تحديدا متخذي القرار. يعني دايرين الكويك وينز، دايرين زي ما بيقولوا السهله، ما داير يخشوا في بروسيس. لذلك ما بلقى يعني استماع للنتائج بتاعت البحوث دي ناضجه لها كم يا دكتور صراحه؟ تحديدا بتاع صناعه الورق. انا افتكر انه الدوله المفروض تتبنى بعض الصناعات تبني استراتيجي. يعني الصناعات دي في ظرف بتاع 5 او 6 سنة ممكن تكون مصدر دخل كبير جدا للسودان ككل. يعني ما مساله انك انت فقط، يعني مثلا صناعه الورد، نحن بنستورد ورد في السنه لا يقل عن يعني اكثر من 2 مليون دولار. نستورد الواح بتاع خشب متدنيه حتى ذاتها، هي كبيره. انا تكلمت عن انه المواد اللاصقه اللي بتستخدم فيها هي ذاتها ضاره للبيئه وضاره للصحه باكثر من 90 مليون دولار. شوف الحياه الثانيه، يعني دي كلها غير توفيرها. نحن بعد شويه ممكن نبدا نصدر يعني من منتجاتنا ذاتها، وتبدا بدل نحن بنستهلك دولار نستجلب دولار بهذه الصناعات. يعني الصناعه دي في جنوب في كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية ما في مواد خام. الكوريين بيجيبوا الخام من بره، بيصنعوه وبيرجعوه تاني، يعني بيضيفوا اللمسة بتاعتهم في الديزاين وفي الـ في الـ في المانيفاكشرنج وبيرجعوا لبره. استغرب، هو كوريا رائدة في البحث العلمي، يعني احتمال لو عندها كومبتيتيف ادفانتج بتكون في البحث العلمي. الآن الواحد مستغرب تماما في انك انت عندك البحث العلمي وعندك المادة الخام، لكن الشيء العمود الناقص دائما هو الاراده السياسيه والتحرك الجاد، بحيث انه النتائج دي تترجم لحاجه حقيقيه. يعني حاجه صراحه يعني ديسابوينتنج. يعني لا، شوف يا دكتور، يعني هسه احنا لو نظرنا للتغيير اللي حصل، التغيير اللي حصل ده الليله قعدوا شباب يمكن يعني كانت يعني فقدوا الامل في انه النظام السابق، النظام البائد السابق ده يوفر لهم فرصه بتاعت حياه كريمه. نعم. الشباب ديل يعني واجهوا النظام الشريف ده كله جدا كله، واستخدموا يمكن حاجات مبتكره يعني ذاتها ممكن تكون يعني فيها نوع من البحث العلمي. يعني من التنبيه الصوتي للزغروده بتاعت الكداكه، والاستخدام لوسائل التواصل المختلفه، وحتى لما الانترنت حجبوها استخدام للبرامج برامج التخطي، وبعد ذاك رفعهم بشعار حنبنيهم. يعني نعم. يعني حرام نحن يكون عندنا طاقه شبابيه زي دي كده، يعني انت مش شاهدهم قاعدين يكون يضل من حيطه لحيطه ومن شجره لشجره، او بيشتغلوا يعني في مجالات، يعني هم دول خريج بشهاده عاليه جدا جدا، تلقاه مثلا سايق ركشه او بيبيع خضار او يعني دي طاقه كبيره جدا جدا. يعني غير الاحباط اللي احنا مسببين له اليوم الشباب ديل، يعني غير بان احنا ما نوفر لهم فرصه حياه كريمه، يعني ما قادرين نستفيد منه، يعني ما قادرين نستفيد منه. ما والشعار اللي هم رفعوه ده بعد ذاك، يعني شعار حنبنيه، يعني حنبنيه كيف؟ لو احنا ما اتخذنا الطريقه العلميه، طريقه البحث العلمي، ما في دوله
تقدر تبني من غير بحث العلم. الشباب ديل ذاتهم فيهم طلاب جامعات، فيهم ناس ممكن اللي قدامهم باحثين. يعني حقيقة أنا فعلا يعني سعيد بالتعاون بيننا وبين منصة الباحثين السودانيين، اللي هي فيها فيها يعني مجموعة كبيرة جدا، يعني كوميونتي كبيرة جدا جدا من الباحثين، اللي هو ممكن حتى الحاجة اللي بتحت البحث العلمي ما متوفرة هنا في السودان، الإمكانية ممكن الناس تساعد فيها الناس الموجودين في مراكز بحوث أو جامعات خارجية بتتوفر لها إمكانيات كبيرة، يعني ممكن يساعدوا فيها. يعني طيب معانا برضو بروف عزت. بروف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. الحقيقة يعني الواحد سعيد تواصل المحاضرات القيمة وعكس الدور المهم اللي بتقوم به المعاهد المختلفة في المركز العام للبحوث. تحية الأخ صلاح والأخ دكتور أنور راعي البرنامج ده. حقيقة يعني دار أتكلم في حتة صغيرة كده، هي والله هي ما صغيرة، لأنه يعني الخرطوم يعني بالرغم من المباني الأسمنتية موزعة في جميع أنحاء الولاية، لكنها فيها شكل كده بتاع شغب معماري، يعني بتشعر إنه كل زول بيبني بطريقة معينة، وكل ناس بيستخدموا مواد مختلفة وكثيرة أسمنتية، ويمكن مرات بتكون فوق احتياج الشخص. فالدور بتاع الدور الإرشادي في الحكاية البنى، وهل يعني المعهد بهذا المستوى والعراقة هل من الإمكان يعني يساهم في التخطيط العمراني والمباني الحضرية ويقدم مرشد بالتعاون مع ناس الجهات المسؤولة مثلا في للبنى؟ يعني زمان يعني أفتكر كان في نسق كده معين بتقوم به بعض الأحياء، زي الأحياء الشعبية مثلا، زي بيوت الحجر مبنية بنسق معين، بيوت العمارات يعني القائمة في البلد ما دائما ما بيخلوا عمارات كبيرة تقوم في أحياء شعبية. في نظام كان بيتبعوه في مدينة الخرطوم أو ولاية الخرطوم عموما، إنه شوية بتنسق العمل. الآن هسه الحكاية دي شوية اختلت، يعني تلقى حي شعبي تلقى فيه عمارات شاهقة وأشكال مختلفة من البناءات كده. بعدين يمكن دور الأسرة هنا بيخش، يعني أنا التقيت كثير مع ناس مغتربين زي ناس أخوان ناس دكتور أنور ديل وكده، يمكن أنا رأي المستنير ما زيهم، بيبنوا بنايات يعني ما محتاجين لها، الواحد يبني له سفينة عديل كده، يعني بيت ضخم جدا، يعني ده ذاته لو حاول يعني يستفيد منه في هذه الظروف اللي هي كل مرة احنا بنفقد يعني أبنائنا بيطلعوا برا وبتاع، بعد شوية البيت بيكون فاضي وما في زول حيستفيد منه، حيكون خراب عديل كده. وبعدين يصعب جدا يعني نظافته والاعتناء به وكده. عشان كده يفترض انه يكون في دور إرشادي للمعهد ده بالتعاون مع الناس الحكاية الناس التخطيط العمراني وهكذا، يعني انه يكون في شوية بتاع تنظيم لشكل البنى في الولاية. بنلاحظ يعني بيمشوا برا، يمكن هسه نسأل يعني ظروفها تحت لي انه اجي امريكا هنا، ويعني شكل البيوت تقريبا كلها واحد، وكلها بتتبني من الاخشاب، وعندهم طبعا غابات كثيره جدا وبيبنوا بطرق يعني سريعه جدا. يعني انا قاعد لي زي 5 6 شهور 3 بيوت جنب بنت بشكل سريع جدا جدا، ياهو الخشب ده بيجيبوه جاهز وينظموه كده. المشى بريطانيا كذلك بيلقى الشكل بتاع البنى قريب جدا لبعض، المشى تونس الشكل اللون الابيض الغالب على البيوت، يعني نسق، ما في شغب عمراني ابدا. وانا افتكر الدور المعهد حقه يخش مع ناس التخطيط العمراني على اساس انه يعني البنى يكون متوائم ومتوافق مع بيئه السودان السخنه، يعني ما ممكن يكون كلادين محتاج لدرجه عاليه جدا من الانرجي عشان يوفر تهويه، مع انه يعني السودان يعني جو سخن جدا جدا وبتاع، لكن الناس ما زالت بتعمل تقوم
تعمل الكلادينج ده وتقفله وتحتاج لكهرباء عالية في وجود أو قلة بتاعت كهرباء. أفتكر حقه يعني الناس يعني يتجهوا أو يعني مثلا لما الواحد يكون عاوز يبني بيت يفترض إنه يكون في مرشد، والمحد هنا يكون عنده دور في الدخول في يعني الشكل المعماري بتاع البيوت وكده، على أساس إنه يعني تطلع مفيدة وتقضي الغرض بتاعها. شكرا لكم كثير والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل يا دكتور صلاح. فعلا يا بروف انا اشكر لك مداخلتك بالذات. يمكن نحن قبل تحدثنا عن المشروع القومي للمأوى والمستوطنات البشريه، يعني يمكن الدراسه كانت شملت مستويات مختلفه من الاحياء، هي زمان كانت فعلا زي ما قلت في التزام بين درجه ثالثه درجه ثالثه ثانيه درجه ثانيه يعني كده، لكن الآونة الأخيرة فعلا بقت إنه ما في تقدر تفرز من درجة درجة. بالتالي نحن المركز القومي للمأوى بشكل عام يعني منفتح جدا على الجهات المختلفة يعني في أنشطة مختلفة، لكن أنا تهيألي العقلية بتاعت التعاون دي ذاتها محتاجة تبيري سير صراحة يعني الناس بيقعدوا بيتكلموا، يعني أنت ممكن مرات لو حسبت الحاجة بشكل عقلاني كده ما حتواصل معهم. الان التنفيذ من الناس بس بيتكلموا، لو في سفر يسافروا، لو في معرض يعملوه، حاجه زي دي كده، ما يعني ما في بعد ذات ثاني ما في متابعه لانه التوصيات دي ذاتها تصل يمكن ما حد يعني زي ما ذكرت انا يعني كده استعانت دول جامعه بنقل في يعني بناء مشاكل الاساتذه يعني هي من التصميم بتاع ذاته لحد تنفيذ التصميم ذاته، يعني تحدد الحوجة بتاعت الأسرة، الأسرة ذاتها استطاعتها شنو، عداك يعني المراحل المختلفة وصمم لهم المبنى الملائم لهم، ده ممكن يكون زي ما قلت الأحياء ويكون في يعني إنه يكون في نمطية موجودة يعني، ويكون في ابتكار يعني حتى الناس اللي بيقول لك يا أخي ليه نحن شغالين دايرين الكروش يعني ليه الناس ما يعيدوا التصور في يعني حتى العمارات ذاتها سموها بشكل مختلف يعني يلبي بعض الحوجه دي للهوش فعلا. يا دكتور صلاح في المؤتمرات بتاع تيد بيعرفوها الناس في تيدكس التي اي دي التكنولوجي انترتينمنت ديزاين الدي دي كبيره جدا في الناس الرواد بتوع المؤتمر بيتكلموا دائما على التصاميم والى اخره. بتذكر حضرت لي محاضره في واحدة من المعماريات تتكلم بيقول إنه أنا ده الشغل بتاعي مش معمارية تصميم مباني وإنما تصميم علاقات أما relationship builder، يعني لما نعمل لي ديزاين لمستشفى أنا بكون خدت في بالي علاقة البيشنت بالطبيب بالنيرسيز بالكوميونيتي إلى آخره إلى آخره. الحقيقة البنيان اللي حصل في الخرطوم وتحديدا كان backed by government، يعني الحكومة بتاعتنا هي الدافعة قروشه ولا كانت لونز من برا ولا بتاع الحكومة بتاعت النظام البائد، بتحس فيها بإلينيشن، بتحس بأنك أنت غريب، you don't belong، أنت ما بتنتمي للمكان ده. يعني قلت لهم أنا من الحاجات الإحساس اللي بيجيني لما نمشي برج الاتصالات مثلا في بري، البرج ده بتحس أنك أنت ده ما بتاعك، ده بتاع ناس تانين يعني أعتقد أنه في حاجة كبيرة في القصة بتاعت التصاميم بما الحاجة ذكرها برضو رفع عزة اللي هي الكلادينج شيتس، إنه المبنى تلقاه بيرقش كده. يعني إحنا لا دبي ولا دولة سخنة ما عندنا طاقة على أساس إنه يعني نكيف الحتات دي ونبرده وإلى آخره، فقيت التصميم إنه يكون بطوب معمول يعني ومطور وكده وفي وأفوردبل، دي الحتة الأهم. يعني أي زول داري يوفر قروش يعني إنت البنيان ده ما كنت أخد فيه قروش. فأعتقد إنه المسألة بتاعت التصميم، المسألة بتاعت المواد بتاعت البناء والمسألة بتاعت البناء نفسه دي عمليات متكررة في السودان، لكن بنعيش فيها حالة مستمرة لأنه الزول يتطور خارج جسده، يتطور خارج الطبيعة بتاعته زي يقول out of body experience. فيعني غيته الحي دي لازم تقيف، يعني لازم المعهد مركز قومي للبحوث لازم يكون عنده تدخل بحيث أنه يا أخي احنا سودانيين ابن لنا ابونا سوداني بتاعنا، احنا عندنا حضارة ضربة في القدم وتاريخ ونماذج بتاعت عمارة موجودة
خليك من الحاجه اللي خلوها الانجليز ولا الاتراك ولا كده، لكن احنا ذاتنا وعندنا حاجات بنستلهم منها من 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 تاريخنا، مش كده يا دكتور؟ مرحبا والله فعلا، يعني فعلا هو يعني كبير. نحن تحدثت عن انه المعهد واحد من حاجاته اللي هو تطوير البناء التقليدي بالتراب، يعني اذا كان في بعض الاحيان يعني في بعض الحتات انت بتبني بالطين صح، لكن هو بناء ما مستديم، يعني انت كل فتره والثانيه داير تتفرج في البناء. وفي تطوير هنا حصل في هو يعني طوب ممكن يديك بناء مستدام جدا جدا، في نفس الوقت بحافظ لك على الراحه الحراريه، استهلاكه للطاقه اقل، التصاميم ذات الناس ممكن يعملوها بحيث ان هي تراعي الجانب ده، استهلاك منخفض للطاقه في ظل الفجوه اللي بنعيشها نحن في الطاقه. زي ما قلت لك نحن محتاجين لانه نحن يعني الجهات المختلفه دي تتعامل بشكل مختلف، يعني ما يعني القصه ما قصه انه انا اجي والله اوري شنو وانت توري عندك شنو، لكن نحن نمشي بعداء ل طيب يا سعدة. السلام عليكم سعادة. عليكم السلام، في بس جوطة شديدة من حوالينا. السلام عليكم، معلش تفضلي يا ريت عرفي نفسك. أي أنا سعادة نايم، أستاذ مساعد في المركز القومي للبحوث معهد أبحاث النباتات والتغذية والأبيئة. يعني شكرا جزيلا دكتور صلاح يعني على العرض الدسم جدا. يعني احنا معاه في نفس المركز، لكن انا فوجئت بانه في يعني كثير جدا من الاكتيفيتيز كنت غايبه عنها، رغم اني عارفه انه في انشطه كثيره جدا ماشيه. فشكرا لكم، شكرا على المجهود الجبار. يعني صراحه انا كنت يعني متمني اسمع من الدكتور انه في اهتمام في الفتره الجايه بالانفايرمنتلي فريندلي بيلدينجز، لانه يمكن ده الترند اللي بقى ماشي في العالم. يعني الناس كلها تتكلم بس عن الجرين بيلدينجز، بتتكلم عن رو ماتيريالز انفايرمنتلي فريندلي، هم عندهم البيز بتاع الحاجه دي، وعندهم يعني مجهود كبير جدا يمكن يتقدم في مشروع بتاع المستوطنات. لكن زي ما انا قلت في الكومنت بتاعي قال انه يعني المحتاجين في الوقت ده يمكن يكون هو عرض بتاع نموذج متكامل. يعني ليه المعهد ما يفكر في انه يعمل زي قفزه كده ويقدم نموذج مثلا بتاع مدينه ولا قريه ولا وتفر متكامله فيها الخدمات بتاع البناء دي بشكل كامل، ويكون فيها الشكل بتاع الكولابوريشن اللي اتكلموا عنه الناس باشكاله المختلفه، فيها في شكل السبيس يكون عامل كيف المستشفيات الزراعيين كده. فممكن يكون ده نموذج يعني ضخم يتقدم ويعرض النماذج تحت البيوت السودانية بالبيئة السودانية المناسبة، لأنه يعني أنا مثلا شفتها في محمية الدندر في الكامب بتاع المحمية، في مباني يعني اتعملت بتصميم جميل جدا، وهي ممكن تتسمى انفايرمنت فريندلي لانه مثلا الطاقه بتاعتها هي طاقه شمسيه، البيوت ذاتها مبنيه بمواد ثابته، شكلها قطيه لكن من جوا غرف جميله جدا مصممه تصميم جميل جدا. فانا ما عارف انتوا عندكم كان شير في الحاجه اللي اتقدمت في الدندر دي ولا يا تجيها العملات، لكن يعني هو نموذج جميل خالص فيه البيت السوداني المريح. يعني اذا ناس الشرق مثلا ناس القطارق مثلا بيسكنوا في القطاطي، تتقدم شكل البيوت هناك قطاطي. اذا الناس بيسكنوا في بيوت الجالوس بيكون شكل البيت جالوس، لكن يعني فيه التصميم الحداثه مع الحفاظ على التقليد. يعني يعني ما اعرف يمكن هي يعني افكار اكثر من انها اسئله مباشره، لكن سؤالي الأساسي إذا في possibility إنه يتقدم النموذج ده بتاع مدينة ولا قرية ويكون فيها عرض للأفكار بتاعت المعهد والناس تتبناه. يعني أنا متأكدة إنه أي مستثمر والحكومة الحالية ممكن يكون عندهم interest عالي جدا في إنه
يشوفوا نماذج زي دي، يعني طالما انه الناس قاعده تحاول تبني البلد بشكل مختلف. شكرا جزيلا. شكرا دكتوره سعاده. الاستراحه المبنيه في حديقه الجندر هي من تصميم وتنفيذ البحر، يعني هي اتبنت بالطول المثبت وتصميم وتنفيذ المهندسين في المعهد هنا، ده هم اللي نفذوها، نفذوا البناء وحتى السجل ذاته اللي يسمى فرد واحد من الحياه المختلفه. المعهد بالمناسبه عندي التصور اشكاليتنا الوحيده اللي بيتكلم عنها الدكتور انور بغير التمويل، يعني الناس بتحدثوا عن فعلا انفايرمنتال فريندلي، مش بس البيلدينج ذاته، نحن بالمناسبه معظم ابحاثنا هي شغاله انفايرمنتال فريندلي، حتى صناعه الورق صناعه الالواح المضغوطه هي كلها بنحاول بقدر الامكان نطبق تقنيات هي صديقه للبيئه. المبنى نحن عندنا التصور، يعني عندنا التصور بتاع انه نبني للناس بناء يراعي اول حاجه الظروف البيئيه، يحمي البيئة ذاته في إنه يغير من نمط البناء بتاعه، هو ما مستدين غير مستدين، ببناء مستدين يقلل من الضغط على البيئة بتاعتهم في قطع الأشجار وغيره، والناس يوفر لهم يعني خدمات متكاملة، وحتى يمكن يعني مصادر دخل من خلال هذه الأنشطة المتكاملة. ويمكن زي ما ذكرت إنه يعني حاليا الحاجات دي بنبنيها بعض المنظمات يمكن على مستوى صغير، لكن بنعمل إنه في الفترة الجاية يكون في تبني لها بشكل أكبر. الناس بيشتغلوا كل التصميم، يعني مش تصميم المبنى حيز السكن ذاته سواء كان حي او مدينه او يعني يمكن بشكل اكبر، ما حد له استعداد كامل انه يعمل حاجه او يعمل حاجه جديده. الاشكاليه الوحيده بتبقى في انه نحن كيف نمول هذا. نتمنى والله يا دكتور، نتمنى. شكرا لك للاجابه، وشكرا يا دكتور انور على الفرصه. الله يديك العافيه دكتور. في باشمهندس طلال الخواط، فكر عليك المايك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، تفضل. طلال الخواط مهندس كهرباء. تحياتي لك دكتور أنور ودكتور صلاح والجميع، وربنا إن شاء الله يجزيكم خير. صراحة مستفيدين شديد من المحاضرات دي. بس أنا عندي سؤال بخصوص إذا في إمكانية سواء من المركز القومي للبحوث ولا أي جهة يعني تعمل بحث. الموضوع اتفتح قبل شويه بخصوص انه كيف نحن نقدر نقنع متخذي القرار او السياسيين بانه يتبنوا سؤال الابحاث دي. يعني انا يا ما سمعت انا وغيري وانتم كلكم حتكونوا سمعتوا يعني افكار ممكن تغير واقعنا في زمن وجيز. يعني قبل فتره سمعنا دكتور علام يتكلم، جاب خبراء في الصمغ العربي، حاليا يعني الدكتور ما قصر الله يجزاه خير، سمعنا عن اكتفاء ذاتي في حاجات كثيره زراعيه ممكن يعني وحاجه ما مستحيله. فيا ما سمعنا سمعنا سمعنا، عندنا اشكاليه في شنو؟ في انه السياسيين واصحاب القرار كيف يتبنوا الحاجات دي. في حاجات انا كنت بتكلم قبل فتره مع يعني بروف محمد حسين ابو صالح، بل في اشياء حتى ما محتاج انه نصرف قروش، في حاجات بس عباره عن قرارات، يعني خاصه في السياسات حقت الصادر والوارد، دي ممكن انت بقرارات تغير واقعنا الحالي احنا بنعيشه دي. يعني حاليا احنا الناس بتشتكي من دولار، تمام؟ طيب في كميه من الناس الموردين احنا حاليا قاعد نشوف في الخرطوم، يعني زي ما قالوا في ناس عايشه وفي ناس دايشه وفي ناس في الدوشه ما لهم، في حاجات يعني معلبات واشياء وحاجات احنا بنستوردها، لانه حاليا الانسان مثلا السوداني مثلا بعض يعني بعض الناس التحديات بتاعتهم وشكل الحياه بتاعهم ما زي الناس قبل 10 سنه ولا 20 سنه، شفنا معلبات واشياء يعني حاجات لو جينا قارنا بين الحياه اللي بنستوردها من برا الليله وقبل فتره ما هي هي. فديل هم بيجيبوا الدولار من وين؟ في سؤال مفترض يتسال. فعندنا اشكاليه في انه نحن يعني دي اكيد بتكون معروفه للاغلبيه انه الصادر بتاعنا ده
ما ماشي مجنب، في قروش مدوره بالنسبه لل سواء حقت المغتربين دي، وكلكم يعني في اغلبيه منكم مغتربين عارفين انه ناس بيحولوا. المغتربين ديل بيجوا بيشيلوا القروش دي بيحولوا بره، سواء الصين ولا دبي ولا كده، وبيجيبوا وارد. يبقى عندنا احنا مضروبين من جهتين، في انه الصادر بتاعنا ما مستفيده منه الدوله، ما يعني بالشكل المطلوب، سواء وزاره الماليه ولا البنك المركزي، وفي نفس الوقت الاستيراد بتاعنا الليله في 2020 ولا 21 ما هو زي الاستيراد بتاعنا مثلا قبل 10 سنه ولا كده. فاحنا من الجهتين مضروبين، ومن الجهتين مؤثرات على الميزان التجاري. فالسؤال بتاعي انه سواء من مركز البحوث ولا سواء من اي جهه، اذا في بحث ولا اي حاجه، احنا يا ما سمعنا ويا ما سمعنا، كيف نقدر انه البحوث اللي سمعناها والعرضت والممكن تغير واقعنا دي، كيف نقدر نخلي الشخص السياسي متخذ القرار ده يتبناه، يرتب يا تو فيهم الساهل ويا تو ممكن يعني يتعامل. فبس ده سؤال، انه كيف نقدر نقنع السياسيين واصحاب القرار في تبني الشيء اللي بيعرض ده. بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير. شكرا جزيلا يا باشمهندس. طبعا احنا في اثناء اللقاء ده ما بدا يعني، انا قمت رسلت رساله خاصه ل مدني عباس مدني الوزير، وزير الصناعه، رسلت له الفيديو اللي هو بتاع اللايف الشغال ده، قلت له يا اخي الفيديو ده لازم تراجعه. يعني ان احنا بالحياه الشخصيه وبالحاجات المؤسسيه وبالدق الجرس في السوشيال ميديا وبشبكه العلاقات قاعدين نوصل للسياسيين، يعني السياسيين ديل بعض الاحيان واحد تمشي له وانت تشتكي له وانت قاعد تبكي، يقوم يشتكي لك ويطلعك انت تبكي، يعني تبكي مرتين زي الفقد بتاع الحاجات مرتين. ففي اراده سياسيه جمعيه مفقوده دي، انا ممكن اقول يعني ده تقدير انا الموضوع، ممكن دكتور صلاح يكون عنده راي مخالف ولا متفق، لكن في مشكله كده بتاع عدم احساس بانه المشكله دي مشكلتنا كلنا، دي مشكله ناس الصناعه، دي مشكله ناس التعليم العالي، دي مشكله ناس الزراعه، كانما يعني كل واحد فينا بيلقي باللائمه للثاني، ودي ما مشكلته، ما في احساس وطني بالمصير المشترك. انا ممكن اقول يعني ده التفسير بتاع الحياه دي، وان احنا اسس شغالين فيه ده كله في اتجاه البناء. بس احنا بنتعاون مجموعه الباحثين السودانيين بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بالتعاون مع سودان نولج، بالتعاون مع المهندسين في قطر الى اخره، بنبني في مجتمع. المجتمع ده في اثناء ما ماشي بيحس باحساس مشترك، بعد ذاك الضغط بيحصل. بس حاليا ما حاصل، بس ما حصل لسه، بتتكلم مع الزول بيكون بيعاين فيه كده وفكر في موضوع تاني، ما شايف انه دي مشكلته ولا حاجه المفروض تسترعي انتباهه. لحد هسه احنا عندنا المسؤولين الواحد بيهتم بسمعته الشخصيه اكثر من سمعته المؤسسيه. يعني الليله في كوريا الجنوبيه وفي اليابان وفي كده المسؤول بينتحر لو في حاجه جات تحت المسؤوليه بتاعته. انا ده حاضر، كنت في كوريا الجنوبيه حاضر انتحار مدير ومدرسين في مدرسة، كان المدرسة يطلعوا الأطفال فيها لرحلة مدرسية وبعدين لرحلة بحرية، والمركب غرقت، المركب غرقت، الأساتذة وبتاع في ناس ما بيقدروا يعوموا طلعوا، الطلعوا ديل انتحروا لإحساسهم بالمسؤولية تجاه الأطفال اللي ما قدروا شنو ينقذوهم ديل. الرئيس الكوري الجنوبي رومو هيون دي أنا حاضرة في كوريا، اتهم بالفساد انتحر، انتحر لسه قبل المحاكمات تنتهي. ففي احساس بانه والله يا اخي انا ده اي فيلد ماي بيبل، اي فيلد تو اتشيف يعني الحاجه المطلوبه مني، انا ما مسؤول ولا كده. فالحاجه دي الاحساس ده لسه ما عندنا، ما تكوننا في تقديري يعني السيدي الوزراء الاخيرين تم اعفائهم ده، ما في اي كي بي اي بيقول انهم والله يا اخي الناس ديل عملوا شنو ولا ما عملوا شنو، عارفين احنا الانديكيتورز والناس اللي حيجوا بعدهم يا ربي هيعملوا شنو ولا ما يعملوا شنو، عشان نحاسب من وين يعني وين نقطة الأصل الصفر صفر وين ما عارف إنه يعني. فأعتقد إنه الحاجات دي كلها نحن كمجتمع عسي بتاع باحثين وهنا مع بعض قاعدين نبني فيها، أعتقد إننا ماشيين في طريق كويس. دكتور صلاح لو عندك أي تعقيب في الحتة دي. والله أنا يعني بأكد على كلامك ده، يعني لنا عبء ضخم جدا نحن كباحثين، الحكومة بتاعت فترة انتقالية زي ما قلت الديل يعني الشباب ديل واجهوا نظام شرس جدا لا يتورع عن قتله، لأنه كانوا فاقدين للأمل تماما إنه النظام ده يقدم لهم حلول.
الحلول دي متوفرة في البحث العلمي، متوفرة في البحث العلمي حلول شخصية ليهم هم، يعني إنه يحققوا ذاتهم من خلال يعني مشاركتهم في تحديد الشعار اللي بيقعدوا حنبنيه، و إنه تحقق النهضة الاقتصادية للسودان. زي ما قلت، بس الناس دايرة الشراكات دي لها بمنظور مختلف. يعني احنا التغيير ده لازم يكون تغيير كامل، يعني مش تغيير مجرد انه احنا نغير اشخاص زي ما قلت هسه انت بنوسي ما قعدنا عشان نتحاسب. نعم. بس اداؤهم كان كويس ولا ما كويس، يعني في ناس بشوف في واحدين اداؤهم كويس شالوهم، وفي واحدين اداؤهم ما كويس. والله دكتور صلاح، الاداء الكويس ذاته هل هي يعني عدد المرات بتاعت الظهور في السوشيال ميديا والتلفزيون، ولا الاداء الكويس ده بناء على انديكيتورز؟ احنا ناس باحثين وانا وانت الاثنين مهندسين، المفروض يكون مؤشرات القياس دي علميه بحته. يعني الزول الوحيد اللي انا بعرفه يعني في الحكومه دي، يعني ما بعرف كثير في السياسه بتاعتهم ولا كده، لكن الزول الوحيد اللي بعرف انه عنده مؤشرات ممكن نحاسبه منها اس اللحظه دي، اللي هو الوزير الباشمهندس هاشم ابن عوف. والكلام ده مش اسي دي عشان هو بيجا وزير، الكلام ده قبل ما الموضوع ده اصلا انه يحصل بتاع انه يبقى وزير ولا كده، عندهم انه والله يا اخي في ماتريكس محدده، انه يوم كده المفروض يحصل كده، يوم كده المفروض يحصل كده. واحنا كنا قاعدين في الدوحه قطر هنا ده، ومتابعين من توقيع الوثيقه الدستوريه من سقوط المخلوع البشير، انه والله يا اخي يوم كده المفروض يحصل كده، ما كان في ماتريكس. ف معظم الناس دي يعني دخلت جوه الوزارات والدهاليز بتاعته بتاع والماتريكس والحاجات دي كلها، يعني بقت بعيده الا من رحم ربي. غيرت باشمهندس هاشم ده انا بعرف من الناس اللي عنده يعني زي يقولوا كي بي ايز، لكن المساله از نوت اباوت انديفيديوال ولا از نوت اباوت يعني سيرتين جفرمنت، فيها برضه بارت اوف الكلتشر بتاعتنا احنا. يعني ناسي شوف، احنا اللقاء بتاعنا اتاخر جدا جدا، اللقاء بتاع الباحثين مع بعض ان احنا نتكلم مع بعض، اللقاء بتاعكم انتوا في معهد النباتات العطريه والطبيه والمعهد بتاع ابحاث الهندسه والتقانه، انتوا الاثنين في نفس المبنى. يعني اللقاء بتاع الكوميونيكيشن، انه الناس تعرف بعض بتعمل في شنو وتسال السؤال هاو كان اي هيلب، هاو كان وي كولابريت، الكلام ده ما موجود يعني متاخر، لكن اتس نيفر تو ليت. اعتقد انه بنبدا من حته ما وبنمشي لقدام، لانه لو ما بقى في تضامن ما بين الباحثين نفسهم مع بعض ويكون شعارنا اللي حنبنيه، وبعد ذاك المهندسين مع بعض وحنبني والى اخره، ما بنقدر نكون المجتمعات بصوره صلب زي الطوب بتاعكم الجميل ده. المبنى ده وين يا دكتور؟ والله ده واحد من المباني اللي اتنفذت. يمكن انا اقول لك صوره لمبنى موجود داخل المكتب القومي للبحوث، هو مبنى بتاع يمكن دي صور للمكنات اللي احنا بنعملها المحد. يمكن ده مبنى نفذ هنا من الطوب المثبت، والاستقبال حتى السقف بتاعه ذاته هو يعني سقف مبتكر يسموه الفيرو سيمنت، برضه ممكن يعني ينتج برضه هو برضه كلهم هم صديقات للبيئه، لان يعني الطوب الاحمر ده طبعا بيتحرق ويسبب تجريف للتربه القصبه دي. احنا نستخدم طوب عاديه جدا جدا، لكن الضغط هي اللي بنخليها تكون مستديمه. والمبنى ده يعني يمكن له 4 أو 5 سنة حالته دي، من غير ما يكون ما في بياض، لكن تلاحظ انه الطوب لسه ثابت، مع انه هو ذاته يمكن التربه اللي عملتها الطوب ده ما كانت يعني بالمواصفات الكامله. في عندنا معمل بتاع كيمياء مبني له اكثر من 10 سنه برضه. لو تشوف طيب كده، بس لو مشيت الصوره اللي بعدها للمكنه، المكنة اللي بتنتج الطوب نفسه، ممكن ايوه، لا المكنة ايوه، براءة الاختراع طبعا. يعني الباحث ذاته هو طور المكنة دي، يعني المكنة دي ما يعني هي موجودة المكنة، لكن كانت فيها بعض المشاكل. يمكن الباحث دكتور ياسين تيسر طور يمكن حل فيها 3 إشكاليات كانت كبيرة جدا بتقابل المكنة دي في الاستخدام، وسجلت كبراءة اختراع يعني باسم الباحث والمعهد.
دي مكنه هي صغيره، كانت في انواع بتاعت مكنه كبيره شويه بتظهر في الخلفيه الصوره هناك، يعني تحتاج لقوه عضليه كبيره، دي هنا بتحتاج لقوه يعني دي ذاتها حتى ممكن يعني تستخدم بطريقه النفير. يعني نحن لو وفرنا لمجتمع مكنتين او ثلاثه وتعاونوا مع بعض ممكن هم يبنوا لنفسهم. يعني التدريب انك تدربهم تديهم توفر لهم المكانات دي تدربهم ويشتغلوا مع بعض يبنوا لبعض. يعني طيب يا اخي دياسي ما واحده يعني المكنه دي ممكن اسميها مكنه السلام يعني اي عندنا والله مجتمعات بتاعت نزوح ولجوء حاليا في بروسس بتاعت سلام مستمره، فالناس دي لما يجوا راجعين بيكون دارب له مجتمعاتهم دي، يعني مش كده؟ ايوه اي باستخدام المكنه دي ممكن يبنوا بيوتهم مش كده؟ انت ممكن تدربه لانه يبني بيته، يشتغل للنفير ده ذاته، في النهايه ممكن تملكه لجزء منهم يبنوا يعني تكون بالنسبه لهم مصدر دخل، يعني يبنوا لناس ثانيين المكنة بتكلف كم يا دكتور؟ المكنه بتكلف حوالي $900. ما غالية ما غالية. شكرا جزيلا يا دكتور. طيب في سارة سعد، ونحن عندنا اخوانا برضو بروف زينب عندها كلمة. دكتور سارة سعد، سارة عبد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام السلام ورحمة، عليكم. تفضلي. اي فعلا هي طبعا سارة سعد بنت عمي، كلنا اسمنا الفاميلي نيم بتاعنا سعد، ما مشكلة. نعم. شكرا على التقديم الجميل منكم من دكتور صلاح كالعادة، يعني محاضرة جميلة شديد وشيقة، والمنجزات ما شاء الله، يعني رغم انه زي ما قالت دكتورة سعادة احنا في مؤسسة واحدة وعارفين الانجازات، بس التفاصيل بتدي امبريشن مختلف. طبعا انا عندي سؤال في حتة انه الطوب من الناحية طبعا الحرارية زي ما قال تفضل دكتور صلاح، وانت برضو قلت انه الطف يعني في الجو بتاعنا ده، فهل في محاولات برضو لبلاط مثلا بيكون مناسب مع درجة الحرارة بتاعتنا؟ لأنه البلاط المستعمل هسي في السيراميك وغيره وكده سخن جدا، ما مناسب مع درجات الحرارة. الحاجة الثانية بسأل في برضو حلول للسايفونات وكده لمؤاخذة، يعني لأنه إحنا من الدول القليلة اللي كل زول داير يعمل سايفون جوا بيته، ما عندنا كثير إلا في أحياء معينة عندنا المجاري العامة دي وقاعد تكون فيها مشاكل بتطفح كثير وكده. برضو بالنسبة للورق، هل الورق ده يتجرب يعني الكواليتي بتاعته كويسة في الطباعة وفي كده، وممكن يتوفر 200 يعني محتاج حاجات قدر شنو عشان نقدر نوفره في السوق؟ شكرا. والله الطوب طالما فعلا الأوضاع الحرارية بتاعته اليوم حاليا، أنا ما بقول لك إن إحنا اشتغلنا في البلاط، لكن في شغل ثاني في مارسيليا او البرميد الصرف، يعني ممكن يستخدم يصنع في السودان برضه، هو العزل الحراري بتاعه عالي، والناس ممكن يفكروا في المساله بتاعت الله يكون فعلا ممكن نحددها يمكن من خلال حاجه ثانيه، يعني هي الالواح الخشبيه دي ذاتها لو كانت هنا احنا بنجيبه ده بسموه السوق فاهمه شويه بتقول لك ام دي اف اللي هو ميديوم دنسيتي او طاقه متوسطه، لكن ممكن يصنع بكثافه عاليه ويستخدم في البلاط كباركيه بدل الخشب، يستخدم في نجاح بنجاح، يعني في مناطق كثيره جدا جدا يستخدم بنجاح تام، في ان احنا واحد بتاعتنا يعني ممكن ننتج من المخلفات الزراعيه بتاعتنا، و الصناعات دي كلها يعني هي صناعات متداخله مع بعض، يعني ممكن تحل مشكله البناء يعني بتداخلها مع بعض، يعني الواح دي ذاتها ممكن نستخدمها في صناعه الابواب والشبابيك وغيره. والورق اللي يعني بتتكلم عنه، الورق ده نحن بالنسبه لنا نحن بنقيم حاجه اسمها البيز بيبر او الورقه الاساسيه، الخصائص الاساسيه بتاعتها بتوريك انه انت ممكن تصنع منها يعني نوع من لحسن الحظ انه الورق ده فيه نوعيات كبيره جدا، يعني انت اي نوع ممكن تنتج. نحن الليله بالدراسات مؤشرات النتائج البحوث بتاعتنا نحن ممكن نكتفي ذاتيا من ورق الطباعه والكتابه وورق الجرايد، جزء من ورق التغليف، و نحن ممكن نصدر جزء من يعني نصدر الفايل
ونستورد الحاجات الثانيه ونطور صناعاتنا. يعني انا افتكر انه لو تم تبنيها بشكل استراتيجي ممكن نطورها لقدام، ننتج انواع مختلفه جدا من الورد بما فيها الورد الممكن يستخدم للاساسات دي، الاساس اللي انت بتتعامل له والشكل الجميل اللي بره ده في الاساسات ده الجسر الخارجيه دي. يعني لا ازعجك اذا قلت لك انها دي ورد، ورد مطبوع فقط، يعني ممكن تنتج من الورد. تمام، معانا برضو الدكتور بدر الدين. الدكتور بدر الدين كان اللقاء بتاعه هو امبارح. دكتور بدر الدين، دكتور السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام والرحمه، هلا. شكرا، كل شكر يا دكتور انور، واهني دكتور صلاح ومعهد التغانى على العمل الجميل الرائع. والله بجد جهد جبار. احنا طبعا معاهم قريبين وعارفين الحاصل شنو، شغالين شغل ما شاء الله، بتتمنى لهم التوفيق. انا رفعت يدي لاني سؤالين بسيطات دكتور صلاح، واحد منهم دكتور انور سرق جزء منه لكن ما نكمل الباقي. انت انا مذكر كنا في الاغاليم، انا طبعا من ابناء الاغاليم، ما بنلقى اسمنت، ما عندنا اسمنت، بنقوم نبيض الاوض بتاعتنا والقطاطي بالرمله العاديه. في نبات عرق بيقوم في الصحراء، نمشي نطلع النبات والجذور بتاعته عنده ماده لزجه جدا، بنجيبه نخلطه مع الرمل بتمسك افضل من الاسمنت. فانا بسال يعني هل انتم في استخدامكم لمواد التزبيط استخدمتوا المواد او الاعشاب البلديه اللي فيها مواد مثبتات قويه دي ولا لا؟ ممكن تطوروا لنا وبعد شويه ممكن احنا نستنى المثبتات. السؤال الثاني، ما شاء الله المعهد عنده امكانيات كبيره جدا وعنده مشاريع ما شاء الله، نتمنى لكم التوفيق. فهل في امكانيه انه ممكن الناس تملك الباحثين المنتجات زي مكنه تصنيع الطوب المثبت او المكنات الاخرى بالاكسار عشان نقدر نزيد من ده الباحثين برضو يعني؟ وحل السؤال المهم اللي قبل ذكرت انه الدكتور انور حبش جزء منه، المكنات دي بتصلح ما بتصلح اكثر في الخرطوم، بتصلح اكثر في الولايات. يعني انا بنتمنى انه يكون في دعايه للمكنات دي في الولايات، لانه والله ناس الولايات محتاجين له حاجه شديده. ناس الخرطوم عندهم امكانيات وعندهم بيستخدموا الاسمنت وبيستخدموا الحاجات الصبات الثانيه، لكن ناس الولايات محتاجين للمكنات دي. بنتمنى انكم تعملوا لنا ترويج كويس جدا في الولايات عشان ناس الولايات يستفيدوا من الانتاج وخدمات المركز. جزاكم الله الف خير. شكرا دكتور بدر الدين. احنا فعلا المواد المثبته والاسمنت حاجه غاليه احنا مفكرين فيها، يعني ممكن الناس جربوا مع الطوب المثبت، استخدموا الجير، استخدموا الجبس، لو ممكن يتوفر في المناطق المحليه، البوزولانه برضه ممكن تستخدم، ودي معلومه احنا ممكن ناخذها منك ونشوفها. يعني الماده اللاصقه في توفر في النبات ممكن تستخدم سواء كان في الطوب او حتى في كنا بروفيسور زينب في ابحاث عنها الالواح والطلب بتاعينها، ممكن برضه يستخدموها كماده مثبته كماده لاصقه. الحاجه الثانيه اللي انت تحدثت عنها، والله فعلا نحن في المعهد مكنات الطوب دي لانه بنبيعها بتوفر لنا بعض القروش، يعني كمصاريف يمكن ما بتتوفر لنا من الميزانيه العاديه بتاعت المركز بنشتريها حالنا، لكن عندنا تفكير فعلا في انه احنا كل مره نحاول نصنع لنا مكنه تكون قاعده في المعهد. دي ممكن يعني فكرتنا في انها نساعد بها الناس، يعني في انه زول مثلا لو دار ابني ممكن يستلفها لفتره ينتج بها الطوب ويرجع لنا ثاني، نحن بنراجعها ونخليها نهديها لزول ثاني يجي. يعني الفكره موجوده، يعني المعهد موجود. يعني حاليا نحن عندنا مكنه بتخص المعهد قاعده، ونحن خدناها ما عشان نبيعها، خدناها عشان الحالات اللي تكلمت عنها دي، واحد من المسؤولين المركز القومي للبحوث مفكر في انه يعني يستخدم هذه التقنيه في بناء البيت، ونحن ممكن نسلف المكنه دي ويبني بها، ممكن يعني حتى التدريب ذاته بتاع الانتاج وبناء الطوب المثبت، ان شاء الله بنحاول نزيد. يعني كل ما دكتور اسف يا اسنان بتتكلم،
يعني خطر ببالي انه المنظمات الخيريه بتكون يعني بتساعد الناس في مواضيع السكن ودفع الايجار وديوان الزكاه، يعني في حتات كثيره ممكن الموديل ده يتحرك معاها، بتاع انه المكانات يشيلوها الناس ينتجوا بها يطلعوا بها مصاريف وبتاع ويستقطع منهم الى اخره، يعني في موديل ممكن يتحرك بطريقه ما يعني في الحته دي. المكنه دي ممكن تصنع في فتره قد شنو لو في الامكانيات؟ والله المكنه يعني هسه ممكن لو 10 مكنات دي ممكن تصنع في ظرف بتاع شهر 45 يوم حسب الظروف، يعني لو الظروف واطيه يعني احنا كانت عندنا اشكاليه بنحاول نحلها هسه من خلال الحاول اللي هي يعني قاطع بتاع بلازما عشان نحن نقطع به الحديد. احيانا بنضطر نستخدم الطرق التقليديه بالسدلين ولا كده ودي بتاخذ زمن لانه عشان انت تنظفها وتخليها مستويه حتاخذ مجهود وزمن اكثر، لكن هسه احنا ان شاء الله يعني المعهد ساعي لتمويل ماكينه بلازما كاتنج ماشين، ودي بتقرب لنا المسافه كثير يعني بتوفر لنا زمن التصنيع وممكن تخلينا ننتج كميات اكبر وبدقه اكبر. يعني هسه احنا بتعتمد يمكن في بعض الاشياء على مهاره العامل لانه هم اشتغلوا اكثر من يعني حكايه بتاعت 250 او 300 مكنه انتجوها في جهات مختلفه، فجزء من اضطر نقطعه خارج وبيتحكموا فيه يعني الناس دي اول حاجه في الزمن تنتظر دورك لان المكنات دي ما موجوده كثير في السودان، التكلفه عاليه جدا جدا ونحن ما دارين المكنات دي زاد امتى يكون تكلفه عاليه عشان ما نحمل المواطن تكلفه اعلى من الحاجه هو بيقدر عليها. ودي كلها سعي من المعهد انه يعني يقلل زمن انتاج هذه المكنه في الظروف العاديه دي كلها ممكن 10 مكنات ممكن تحتاجها في 45 يوم لو احتجنا. طبعا ممكن يعني نحن الان شغالين بالعماله بتاعتنا مش شغالين، لو احتجنا احيانا بنستعين بعماله خارجيه عماله مؤقته ان نحن نفس الفتره الزمنيه دي ممكن ننتج عدد اكبر من المكان. هل ممكن الزول يجي معاكم زي ما يقولوا يتطوع كده يطلع له مكنه ولا بتاع يقول والله انا اشتغلت في واحده من نتائج البحوث تحت المركز؟ قلت لك هل ممكن الزول يجي يتطوع يعني يشتغل يعني كعماله ولا كده؟ ماذا نحن قلت لك بنجيب مرات عماله من برا عشان يساعدونا في زياده الانتاجيه عليهم، يعني اذا لقينا لهم زول متطوع دي يعني ونحن حتى المشاركه ممكن تقول لهم متطوع حتى لو مهندسين لانه قد يساعدونا في رؤى ثانية يعني إنه نطور المكنة دي بشكل أحسن من كده. بالضبط بالضبط. أنا يعني كنت أفكر في الموضوع ده برضو في إنه المكنة دي ممكن تكون تشتغل ماس سكيل لكن فيها مشاكل الناس حسب التجربة قدروا يحلوا المشاكل بتاعتها دي، فممكن برضو يعني الدور المتطوع ده غير إنه حيوفر لنا عمالة يعني تكلفة عمالة قد يفيدنا بأفكار. نعم. طيب نحن تقريبا كملنا ساعتين او ساعتين الا شويه، فهناخد مداخله محمد اسماعيل واحمد حسين وبروف زينب وهنختم اللقاء ان شاء الله. محمد اسماعيل المايك مفتوح لك، تفضل. السلام عليكم دكتور انور ودكتور صلاح، كيف اخباركم والاخوه الكرام في الجروب؟ انا في الحقيقه بنتمي لهذا المعهد، انا اسمي محمد ادم علي اسماعيل، طبعا ده الفاميلي نيم. انا من الطيور المهاجره من المعهد، والمعهد هو من المعاهد القديمة جدا زي ما ذكر أخونا الدكتور صلاح، ولكن للأسف في مشاكل كثيرة في السودان بتواجه السودان يعني بالذات في مسألة البحوث، وما في دولة بتتقدم بدون البحوث. يعني أنا كتبت سؤال في الحقيقة في الجروب وبروف زينب جاوبت لي، طبعا أنا كاتب النيك نيم محمد إسماعيل لكن أنا محمد آدم، بتعرفني دكتور زينب حق المعرفة الحقيقة من المنصة برضه. رأس المال للأسف في السودان جبان يعني، والبحث العلمي نحن بنعرف كلنا أنه هو اسمه بحث علمي، يعني قد تصل لنتيجة إيجابية أو سلبية، ولذلك الناس ما بتجازف. أنا قلت لو كان في يعني أي آلية مثلا المركز يتخذها
من مجلس الوزراء يفرضوا ضرائب بصراحة، إن شاء الله حاجة بسيطة زي أسامة داود والناس دين، إنهم يدعموا البحث العلمي بصراحة، محتاجة للبحث العلمي. يعني المركز زي ما شفت المركز فيه معاهد كثيرة ما شاء الله، الناس دين بيشتغلوا بشق الأنفس بالمناسبة، يعني الناس دي كلها تعبانة أو في إحباطات كثيرة. أنا منهم مثلا، أنا كنت هناك في السودان ما طلعني إلا الشديد القوي بصراحة، لأن الظروف صعبة جدا، البيئة ما ملائمة، الناس دي بتشتغل برغم الظروف دي كلها، ونحن في يوم من الأيام إن شاء الله بنرجع. يعني الأفكار موجودة والبحوث الناس شغالة، لكن صراحة التمويل مهم جدا. يعني زي ما ذكر أخونا مثلا مثال بسيط، المكانات الموجودة قدامكم دي أنا شفتها بصنعوها كيف، يعني دي بيقطعها بالستيلين، أنا طبعا تخصصي مهندس كيميائي، إيه على بال ما يقطع الحديد ده، طبعا الحديد السماكة بتاعته كبيرة جدا، ياخذ زمن طويل، والستيلين دي مادة ضارة طبعا، حتى أبسط حياة السلامة ما موجودة، ودي بعملها في حوش المعهد جنبه. يعني دي كل مشاكل، لو جابوا مثلا المكنة بتاعت اللي هي بالليزر، القطع بالليزر بتوفر زمن وبتمشي البحث العلمي بطريقة جيدة. ولذلك عبركم يا دكتور أنور بصراحة أنا النقطة دي دائما بتكلم عنها، والآن كده أنا متأكد بروف زينب هتعلق، لأنها هتعلق على النقطة دي، التمويل والتمويل ثم التمويل. عرفت، التمويل مهم جدا للبحث العلمي، لا بد أنه الناس، لأن الآليات أنا مستغرب يعني بصراحة. نحن اتفقنا بالحكومة الجديدة دي ودكتور عبد الله الدكتور حمدوك قالوا إنه هنركز على البحث العلمي، وده كله كلام للأسف. يعني الآن يعني في ميزانيات كثيرة دخلت ودعومات، لازم البحث العلمي هو الأول، ما في دولة تقوم لها قائمة معروف في العالم، والله ما تقوم لها قائمة إلا يدعم البحث العلمي. ولذلك بس النقطة دايرة وصل عبركم، ودكتورة زينب كتبت لي في الخاص طبعا، لكن هي ذاتها بتعاني، يعني كتبت لي في الخاص قالت لي تواصلت مع وزيرة التعليم العالي، معلش أنا أنشر الكلام ده لأنه الكلام ده هو ده بهم البلد بصراحة، ده كلام استراتيجي. قلت لها نحن محمد بنعاني، وحاولت وإنه يعمل ورشة ويعرض التقانات دي، لكن إن شاء الله نعمل إن شاء الله رسالة عبركم إنه المعهد والمركز القومي للبحوث بصفة عامة إنه يلقى الدعم بصراحة، الدعم من منه إن شاء الله ضرائب بسيطة 5% 3% من الربح العائد، عرفتها في الشركات الكبيرة زي ناس أسامة داود، تفرض الدولة، لأنه الأرباح دي ذات الناس بطريقة غير مباشرة البلقاء ما شاء الله الضخمة دي، والدولة أدته امتيازات وحاجات، شيلوا منه مجبات في البحث العلمي بترجع مرة تانية لهم هم ذاتهم وللبلد، بتفيد البلد بصراحة والبلد بتقدم. وجزاكم الله خير وشكرا على الفرصة. شكرا دكتور محمد آدم. تعرف خليك في أسامة داود، نحن حميت الدزات ورفض نضرب نسوي على ضرائب، يعني الشركات دي بتاعت الذهب وغيره وغيره، احنا طبعا بنحاول دائما انه نبعد من السياسه، لكن دائما هي واقفه لنا البلوك القاعده اللي قدامنا دي الحمراء دي القاعده في راسنا، يا السياسه في السودان والسياسيين، يعني كانما السياسه دي زي الحمار في الزلط نهائيا ما بيكون شغال بالحاصل حوالينه شنو. واعتقد انه ورثنا نظام بتاع حكم يا هو انجليزي بتاع الشعب في خدمة الحاكم وليس العكس، يعني كلنا نشتغل وبتاع، كلنا نحاول نصل للسياسي، وأسر بتاع ده الفيديو ده لو شفت الشير بتاعه أثرته كده بتلقى كل الناس أثرته للسياسي، يعني السياسي بيجيبوا الحياة لحد عنده، الصينية بتاعت الفواكه والحياة السمحة ويشيلوا مع الفاتحة الناس النظافة بجلال. لكن أعتقد إنه في مشكلة أساسية لازم نحلها نحن مع بعض، يعني حكاية إنه يا أخي مناشدة المسؤولين يا اخي ناشدوا لشنو، يعني ناشدوا لشنو اذا كان انا طلعت مظاهره ولا موقف ولا كنت في اعتصام، كنت افقد حياتي انا ده على اساس انه يعني البلد يتصلح ومستقبلنا يبقى افضل، انا ناشدوا لشنو يا اخي. يعني قصه ذاتها ما مفهومه صراحه، فغيت الله المستعان، يعني انا واصل احنا في طرقنا لحد ما نصل المويه، ما حنجيف كله يعني والله، يعني لاخر نفس يعني، لانه ما وي كانت افورد انه المستقبل أو الحاضر الحاضرين إنه إحنا نورثه لأولادنا، ما في طريقة. أحمد حسين تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم دكتور أنور، ونشكرك كثير جدا على المنصة. صوت واضح ولا ما واضح يا دكتور؟ واضح حبابك يا أبو أحمد. السلام. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ أول حاجة نشكرك جدا على المنصة، ولولا المنصة الناس ما كان يعرف أن مركز قانون البحوث. وتهي ايضا لاخي وزميلي دكتور صلاح الدين بقى الله، الشرح الضافي الوافي حقيقه قصه البحث العلمي. انا احمد سليمان طبعا من الرعيل الوسط في المركز العربي للبحوث، وبرضه حاليا من الناس المهاجرين. قصه البحث العلمي طبعا في السودان تقريبا الناس كلها تجمع، بالذات في الفتره اللي فاتت
كانت في المنتاليتي حقت الناس اللي حاكمين الاستدام بالفعل. ونتمنى انه المنتاليتي تكون اتغيرت، لانه كان شايفين البحث العلمي تقريبا زي الرفاهيه. وانا اذكر كان تقريبا في زمن زبير بشير قال يا اخوانا البحث العلمي عندنا في اولويات الدوله رقم 17، وكل ما تظهر حاجه بيرجع لورا. فلكن حيث ان شاء الله نعتقد انه يكون في مبشرات جديده في العصر الحديث بالذات الجديد ده، والناس تكون تفكيرها تغير ويدوا اولويه للبحث العلمي. المعهد تقريبا الشرح كان كويس جدا بتاع صلاح، غطى حاجات كثيره جدا. انا بفتكر انه قصه اللب والورق والخشب المضغوط وعنده اللي هو الطوب المثبت تقريبا تعتبر نيتش اريا. لو مسكنا مثلا مركز غرب الحسن نعتبر نيتش اريا فيها تميز فيه. فبالتالي ليه احنا ما نستفيد من الحاجات دي؟ يعني مثلا حاسس كبير لما صلاح الدكتور صلاح ذكر انه الدوله بتصرف ما يقارب 90 او قريب ال 100 مليون دولار مثلا من اخشاب وورق وغيره وغيره. ليه ما تتفرض الحاجه دي؟ احنا بدل ما نهدر 100 مليون سنويا مثلا نستورد بها، ليه ما نصرف مثلا 10 15 20 مليون في مدخلات بتاعت بحث علمي وانتاجيه فعليه تفرض لوزاره الماليه عديل كده، نخطها 1 زائد 2 تساوي 3. يا اخي انت بتستورد كذا، احنا دي خطتنا بحث علمي وانتاج فعلي بنوازن كده. ان شاء الله نخسر 20 30 مليون ما مشكله، في النهايه بترجع. انت بدل ما تخسر سنويا 100 مليون اهدر في بحث علمي 50 مليون، وبعد ده خلاص يكون عندك ايد والعكس بيكون عندك فائض تصدره، وبالتالي حسنت في الاقتصاد للدوله ككل، وحتى وفرت فرص وظيفيه للناس. ثاني حاجه مثلا في قصه الطوب المثبت، كيف نستفيد من الطوب المثبت؟ احنا شايفين مثلا لينا 4 أو 5 سنوات مثلا في اتفاقات سلام كثير جدا توقعت، ودائما في استعجالات يقول لك منها العوده الطوعيه واسكان النازحين وغيره وغيره. وحسي حاليا احنا مثلا موعودين باتفاق السلام ان شاء الله تكون قريبه يا رب، وبالتالي من استعجالات السلام دائما بيكون في مطالب انه عوده طوعيه وتنميه القرى وغيره وغيره وغيره. فبالتالي احنا طالما عندنا مقدره بعد بناء مجمعات سكنيه عن طريق الطوب المثبت اللي هو قليل التقليد، ليه ما نرفع مشروع متكامل لوزاره الماليه عن طريق المركز الغربي يرفع مشروع متكامل ياخذ ونص من وقعات السلام اي مشاريع بتاعت اعاده توطين وبنيه وغيره وغيره مثلا تقول للمركز الغربي للبحوث احنا قدمنا اقل تكلفه وفيها معايير صحيه من مثلا من ناحيه هندسيه مثلا اتجاه الرياح وغيره 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 تراعى في تصميم المباني، وبالتالي على الاقل انت بتتحاشى قصه استهلاك الكهرباء مثلا في غيره اناره ولا مكيفات ولا مراوح ولا غيره. في نفس الوقت مثلا نطبق مثلا فكره الطاقه الشمسيه ايضا، وبالتالي يكون مشاريع خدميه وتكون في شكل قرى نموذجيه متكامله. يعني بدل ما كل 20 ولا 30 مشان لهم قريه من هذا تكون قريه نموذجيه تجمع لها 2000 3000، وبالتالي بخدماتها متكامله كلها كل. ينشئ المركز القومي للبحوث عن طريق الطب المثبت، ليه توقع لشركات ثانيه خارجيه؟ وبالتالي انت بتكون مولت بحث علمي وفي نفس الوقت طبقت بحثك في البيئه حقت الزاد. بالتالي دي حاجات انا مخليها مفترض دكتور صلاح بالذات واختنا الدكتور زينب مثلا البروف زينب عن طريق المركز القومي يقعد يفكر تفكير جاد انه يقدم مشاريع زي دي. فدي خليها فرصه مواتيه جدا جدا انه لو قدرنا ننفذ مشاريع زي كده، فبالتالي نكون قدمنا خدمه كبيره جدا جدا للوطن، وبالتالي في نفس الوقت هنا اجرينا ابحاثنا بطريقه سليمه جدا. شكرا لك وشكرا للدكتور صلاح. شكرا لك يا دكتور. دكتور صلاح عندك تعقيب على الكلام ده؟ والله انا دكتور احمد السلام عليكم يا اخي. السلام ورحمه الله. فعلا نحن محتاجين لحاجه زي مفكرين في حاجه زي يعني يمكن عندنا تصور لمشروع يعني دوره سكنيه كامله جدا فيها النموذج بتاع الاداره وزي ما قلت متكامل بخدماته، مش مجرد ابناء بخدمات حتى يمكن يعني تصور بتاع انه احنا كيف نساعد الناس دي في الاستقرار وفي توفير بعض احتياجاتهم اليوميه. تمام. مداخلة أخيرة من عمار وحنختم اللقاء. كان معنا وفي خميس هنا، هو واحد من مشرفين مجموعة الباحثين السودانيين وأستاذ في جامعة الفاشر، لكن ما أعرف ظاهر الإنترنت بتاعه وما شافه طلع. فمداخلة أخيرة من عمار، تفضل. الله يبارك يا دكتور، معلش عذرا مرة ثانية، لكن أنا بس يمكن يعني لمست المشاركة بتاعت
بروف ناظم انه لازم يكون في جسم وسيط. يعني المركز ده هسه بيحتاج فعلا انه يعني يكون عنده نافذه على السوق. اذا بقى سواء كان البنوك المحليه ما قدرت تعمل لكم اي تمويل او كده، انا في رايي برضه يعني تفتحوا الباب ليكون عندكم مساهمه، شركه مساهمه عامه يشاركوا فيها الناس باسهم وكده، وبعد ذلك تكون هي اللي بتتبنى تنفيذ المشاريع دي مشروع مشروع وفق الدراسات وكده وكده. والدوله اذا كانت تعتبر جهه حكوميه طبعا، شير الدوله معاكم قد يكون في شكل اعفاءات، في شكل بعض الاشياء الممكن اذا الدوله ما حتدفع قروش طبعا، خليك ساهم معاكم في بعض الدعم، الاعفاءات الجمركيه او التسهيلات الاداريه الثانيه وكده، وانتم تقدروا تستقطبوا دعم من خارج حدود السودان يعني من برا، بنك التنميه في جده، بعض البنوك الثانيه اللي عندها الامكانيات تقدم مشاريع وتمويل مشاريع خاصه زي ما قال المتحدث قبلي في الاعمار وكده، انتم عندكم مشاريع ممتازه جدا جدا بالعكس، بتغير الطبيعه بتاعت المجتمع بشكل كبير جدا. فانتم برضو شوفوا الحكايه دي اصلوا فيها لصيغه معينه عشان تطلعكم من الحته دي، يكون عندكم نافذه على عمليه شويه للشباب. شكرا لك. واحنا مستعدين يا عمار، انا وعمار ده بنتطوع في انه الحاجه دي ممكن تبقى لو انتم من ناحيتكم بهناك نجدتوا شغلكم يا دكتور صلاح. و بروف زينب لو في موجوده، بروف زينب السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، كيف ان شاء الله؟ بخير، الله يديك الصحه والعافيه يا رب. اول حاجه بحيي الحضور كلهم، واليوم يعني ظهروا لنا بعض أعضاء المعهد اللي هم بروف دكتور محمد آدم ودكتور أحمد سليمان، يعني طولنا منهم شديد يعني، ويتمنى إنه ربنا يرد غربتهم ويرجعوا. شكرا لكم يعني على الحضور، شكرا لكل الحضور الحضروا. أنا بس عندي يعني بعض يعني معلومات لأنه الناس يعني تكلمت عنها عايزة أقولها. أول حاجة كان يعني رد على التعقيب بتاع دكتور سعادة إنها هي جنبنا وما عارفة الناس يعني شغالة في شنو، وإنت قمت يا دكتور أنور قلت المفروض نلقى طريقة للتواصل، فعايز أقول إنه هو فعلا في طريقة للتواصل. طبعا في أيضا معاهد حتى ما جنبنا يعني، فكيف المعاهد دي كلها تعرف الشغل بتاع بعض؟ يعني عندنا بالقانون بتاع حاجة اسمها المجلس العلمي، والمجلس العلمي ده هو مكون يعني من المدير، هو الرئيس بتاعه رئيس المجلس، وكل المدراء أعضاء زائد كل البروفيسورز. المفروض المجلس يجتمع أتليست مرتين في السنة، والشغلة بتاعته إنه يجيز المشاريع. فلما نجي لإجازة المشاريع يعني أي مشروع يقدم للتمويل يفترض يجاز في المجلس العلمي أولاً أو ما يجاز يعني، برضو مكون طبعاً من رؤساء الأقسام، بيحضروا رؤساء الأقسام، وبيجوا الباحثين اللي عندهم مشاريع بيقدموا المشاريع في المجلس العلمي. ولاحظنا إنه فعلاً المجلس العلمي بجد مفيد شديد لما يعني كان بيجتمع، لأنه الباحثين بيعرفوا بعض وبيتبادلوا المعلومات، وبعدين لو يعني بيفيدوا بعض كمان بالنتوركس بتاعتهم. يعني لو في زول عنده مشكلة أنت حتى كان ما من محدك يعني من محد تاني بتقوم تحلها له يعني، وهكذا. فالمجلس العلمي للأسف فترة من الفترات ما كان بيجتمع يعني لورا، لكن إحنا قسم من السنة دي المجلس العلمي اجتمع، لكن للأسف عشان كورونا كان بصورة مسقرة يعني، قلنا بس الناس المعنيين بالمشاريع ورئيس القسم المعني زي المدير يعني، خفضنا العدد لأنه الغاعة ما كانت بتشيل كل الناس، ويعني بتباعد اجتماعي معقول وكده. اجتمع لمدة 3 أيام وفعلا أجزنا كل المشاريع اللي اتقدمت لوزارة التعليم العالي أو حتى مقدمة للتمويل يعني برا. المهم أنه أي زول عنده مشروع جابه وتناقشنا في مشاريع لا يعني، ويتخلي سعادة ذاتها كانت مبسوطة لأنها علقت، قالت هي فرحانة لأنه أول مرة تجي وتقدم. فده هو الميكانيزم اللي بيجمح كل المعاهد وبيخلي الباحثين يعرفوا بعض. في حاجة أيضا تانية حصلت يعني في السنتين الفاتوا، اللي هو القسم بتاع الإعلام العلمي في المركز العمومي للبحوث التابع لمركز التوثيق
الاسم ده بصراحة يعمل كل مرة يسلط الضوء عليه، ما حد يعمل منتدى مثلا، منتدى لمحد الابحاث الهندسية، منتدى يعني للنباتات الطبية والعطرية، لكن للأسف حضور الباحثين كان ضعيف يعني. وأنا من هنا يعني برضو بناشد الباحثين اللي بيحضروا إنه يا جماعة المنتدى العلمي ده مش الاكتيفيتيز بتاعت زملائك، برضو يو كان نتورك معاهم، تستفيد من علاقاتهم. يعني مرات في ناس كثيرة نحن مثلا كنا بنساعدهم، هم ما في معاهدنا، لكن يمكن لأنه أنا عندي علاقة بالجهة الفلانية فبقدر أساعدهم وهكذا يعني. وإن شاء الله كل المجلس العلمي زايد النشاطات العلمية المختلفة إن شاء الله حتنشط يعني في الفترة الجاية. نحن اجتمعنا المجلس العلمي الأول كان مسقر، لكن إن شاء الله لما الظروف تتحسن حتكون في يعني مجالس علمية يعني بحجمها الصحيح، ويجوا الباحثين وكلهم يعرفوا بعض وتنتراكت يعني. بالنسبة للمركز العام للبحوث بقانونه الحالي ما بيقدر يعمل أي شركة، أي نوع من الشركات يعني، حتى ناس الستارت اب والسبين اوف اللي هي دي اصلا بتطلع من التكنولوجيز، فالمركز للاسف بقانونه ما بيقدر يعملها. لكن دي سنه تعديل القوانين، ونحن بدينا يعني نعدل في القانون، وحيعرض برضو المجلس العلمي شغلته انه يجيز القوانين يعني في مرحله الاولى، وحتى بعد ذلك تمشي لمجلس الاداره حتى تطلع للجهات المختصه زي وزاره العدل، طبعا اكيد عبر وزاره التعليم العالي يعني. بروف زينب إن شاء الله. طبعا ده الموسم بتاع ياس القوانين نفسه دي بالضبط كده، لانه عدم وجود البيز التشريعي ده، فالناس تلحق السوق سريع سريع تجيز قوانين كلها بالضبط كده. فنحن يمكن اول لجنه عملناها اللي هي لجنه يعني تعديل القانون، ودكتور صلاح ذاته كان عضو فيها يعني، وان شاء الله يعني ونشوف يعني راي الدوله ذاته شنو هل حتسمح لنا، لانه حيمشي وزاره العدل وبعد ذاك هم حيقولوا، حيكون في كلام بينهم وبين وزارة التعليم العالي. أيضا في التعليم العالي في لجنة برضو عشان ما تجيز برضو الـ 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 القوانين دي يعني. ويمكن أنا الأول ناس لقيتهم هم ناس اللجنة دي، وهم يعني زي الناس كلها مقتنعة إنه المركز يفترض يكون إنديبندنت يعني، لكن ده عايز له قرار يعني شجاع من وزارة التعليم العالي. إحنا ما عارفين إنه هيحصل والله لا، لكن زي ما أنا قلت نحن ساعين له يعني. بعد ذلك بالنسبة لتمويل البحث العلمي بصفة عامة، ويعني وحتى يعني المركز أول يمكن نحن أول حاجة عملناه لقينا الوزراء، وزير الزراعة وزير الصناعة، أنت شفت يا دكتور أنور يعني شفت اللقاء مع مدني عباس مدني يعني جانا هنا زارنا وعرضنا له فيلم يوضح كل التقانات اللي أنتج المركز اللي هي الخشب المضغوط والورق، يعني جزء منها قناه محد الابحاث الهندسيه. لكن بعد ذاك يعني احنا بنعمل اللي علينا، لكن بعد ذاك المسؤول ده يستجيب ما يستجيب بتعتمد على الفيجن بتاعته يعني. هو جاي اصلا يعني عنده رؤيه عايز يستفيد من مراكز البحوث يعني. اي فولو اب حصل يا بروف؟ نعم، في اي فولو اب حصل يعني بعد ذاك؟ رجعتوا يا اسمع مدني انت شفت الفيديو بتاعنا وشفت حاجاتنا؟ ايوه طبعا طبعا هو ركز على الـ على الـ يعني ورينا ونحن التقارات كلها وتناقشنا وكده. بعد ذلك هو ركز على الخميره، وحتى وجه قال الخميره اعملوا اسمه شنو اعملوا يعني بروتوتايب دراسه جدوى ليها يعني. وانت طبعا عارف دراسه الجدوى مكلفه، لكن قمنا قلنا نحن عشان نكون عملنا اللي علينا برضو هيحتمل المركز ويلقى لها ريسورسز، واللجنه تعملت وخلاص اباوت يعني تسلم شغله يعني ما فضل حاجة، تقريبا حاجة بسيطة كده اللجنة حتخلصها وحنسلم الشغل يعني. فبعد ذلك يعني بيكون في فولو أب نشوف بعد ما نسلم ودراسة الجدوى شنو اللي بيحصل يعني. لكن يعني أنا زي ما قلت لك أصلا المفروض الدول اللي اتطورت صناعيا بيست على البحث العلمي، الموضوع ده موضوع لوائح وسياسات عملت الدولة واتنظمت من فوق يعني، وخدت محفزات برضو للقطاع الخاص عشان يدخل. والناس يعني لازم تعرف انه نحن طارقين كل الابواب، مشينا لاتحاد اصحاب العمل يعني طول الوقت، طول ما انت عندك تقانة بتمشي وتجتهد يعني. لكن زي ما انا قلت هي في النهاية المينتاليتي طريقتنا في التفكير يعني كسياسيين ويعني سودانيين يعني، الثقافة تحت البحث العلمي دي في دول كثيرة نشرتها يعني، اجتهدت ونشرتها
دول كثيرة زي ماليزيا بيقول لك إنه نحن بدينا عشان يعملوا مثلا في الجامعة مكتب بتاع يعني تكنولوجي ترانسفير، قالوا أول اشتغلوا شديد جدا في مدير الجامعة ونائبه والزول المسؤول من الريسيرش، يعني دربوهم هم أول. فأنا يتخيل لي وزراءنا برضو هنا محتاجين لنوع من التدريب، لأنه هم ذاته مس في مجلس الوزراء ما قاعدين يربطوا مع بعض، يعني هم they are not يعني networking together، يعني في حاجات كثيرة متداخلة والمفروض هم يشوفوها ويشتغلوها مع بعض، لكن it seems like إنه ده ما قاعد يحصل. يعني الوزير بتقول إنه هي أدتنا كوبيز، أدتهم سوري كوبي من التغانات بتاعتنا، وقالت إنه ما يعني ما تجاوبوا. أنا يتخيل لي الموضوع المفروض ينظم بسياسات، يعني نعم. يعني لازم مجلس الوزراء هو يتبنى، يعني حمدوه كلامه اللي قالوا إنه حيعتمد على البحث العلمي ما خشم، يعني ما أنت بتقدر تقوله يعني، لكن you have to do something عشان الحاجة دي تحصل وتتنزل لأرض الواقع يعني. نعم. المعهد بتاع التدريب للوزراء والولاة وكل الناس اللي involved في السياسة دعينا له قبل 3 أيام بالضبط، وقلنا إنه في مدرسة في School of Politics في هارفارد كيندي سكول اسمها البايبارتيزيان بروجرام فور ذا نيولي الكتد كونغرس ممبرز، سواء انت انتخبوك كنت جمهوري ولا ديمقراطي في امريكا، انت لازم تخضع لتدريب بتاع اداره عامه لاداره الوزاره المعنيه وتاخذ الستيك هولدرز معاك والى اخره. يعني ما الموضوع بتاع انه جيت شيوعي ولا جيت حزب امه ولا جيت بتاع، معناه انا بكون بس مركز بهناك يعني القبله بتاعتي في بيت الامام ولا في دار الحزب الشيوعي، واخلي الصوره الكبيره البلد كلها، انا بشرع قوانين وبطلع قرارات بتهم كل سوداني وسودانيه، خلاص انا حته الحزبيه طلعت منها، انا بقيت زور على المستوى القومي. فاعتقد انه التدريب اللي تكلمت عنه ده مهم جدا جدا، بغض النظر كنت انت صاروخ طياره بروفيسور جامعه جيت من الامم المتحده جيت من وين، لازم تخضع لتدريب بتاع اداره يوريك انت الكونتكست اللي هتشتغل فيه. انت من الغفير بتاع الوزاره لحد نائبك في اعلى حته سياديه ولا غيره، ديل كلهم ستيك هولدرز، انت لازم يشود انترتين الانترس بتاعتهم عشان تقدر تعمل حاجه للناس، ما يبقى كلام ساي، الكلام ما مجاني، كل الناس بيتكلم كلام كويس البحث العلمي وغيره وغيره، لكن هو ترانسليتس ذس انتو رياليتي، ذا نيو رياليتي اللي هي حريه سلام وعداله، الناس اللي فقدت فيها ارواحها. بروف زينب، طبعا انت افضل مديره انا بعرفها على مستوى العالم، ليه؟ لانك بتحضر والله العظيم جد، انا ما بتملغك يعني في النهايه ما داري انك ايه، انت بتحضري كل الحاجات تردي على الجابس، شكرا على رفع المعنوي. هاي لا لا لا، دي خياره بتاع الكنداكه، وده فعلا بيوري انه الكنداكات لو اخذوا زمام الامور المفترض انها تختلف وتمشي لقدام. دكتور شكرا صلاح، شكرا لك، الله يديك العافيه يا بروف يا اخي، الله يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. شكرا كل الحب. دكتور صلاح يا اخي والله يا اخي كثر خيرك كثير على اللايفنت للمعهد، وفي ناس طبعا سالوا في الفيسبوك اسئله كده بصراحه، يعني الاسئله بتكون النوع الصعبه ديك، وين الانترنت اوف ثينكس، وين المشين ليرنينج، يعني بيسالوا حياه خياليه، احنا الطب بتاعنا عندنا ما قادرين يعني نطبقه في بيوتنا كلنا لاسباب مختلفه، فمنقوم تجنب يعني للمستقبل يعني. شكرا جزيلا دكتور صلاح، عندك اي كلوزنج ثوت؟ والله انا يعني اشكرك يعني دكتور انور شخصيا، ومن خلالك يعني شكر مشكور للفريق العامل من خلفك والعامل هنا من خلف منصة المركز القومي للبحوث، مجهود كبير يعني، أنا ما داري أسمي فيهم دول عشان ما أظلم فيهم دول، الله يعني متابعتهم لنا وإعداء يعني مساهمتهم في الإعداد، لأنه اللقاء يصار بشكل يعني مناسب لمكانة المركز القومي للبحوث. ويعني أنا يعني سعيد بأنه إحنا يعني ده بيكون لنا علاقة تعاون تمكننا إن شاء الله إن شاء الله نخدم بلدنا ونبنيه إن شاء الله. والناس اللي بتكلم عن الحياة الكبيرة دي والله عندنا شباب الطموحات عالية، يعني يمكن بتحدهم المسائل بتاعت التمويل يعني الكلام، لكن إن شاء الله مع بعض الناس نبنيه يطلعوا من الحتة دي يعني نبنيه إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا 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 دكتور صلاح، شكرا على كل الحضور، وشكرا لكل المتابعين في مجموعة الباحثين السودانيين، اخواننا المعهد وكل
المعاهد والهيئات التابعة للمركز القومي للبحوث فيها شغل رهيب جدا جدا. وإحنا والله يعني تحية بتاعت إكبار واحترام لكل المنسوبين في المركز القومي للبحوث، تحديدا العايشين وشغالين تحت الظروف الصعبة الشايفينها نحن. الناس يتعاون معهم وتتفاكر معهم في إنه كيف كلنا سوا كمجتمع علمي وبحثي نمشي إلى الأمام ونتعاون مع بعض. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله.